السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محبي متتبعي مزورات أميرة، مرحبا بكم مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة في لايف جديد. معكم دائما يوسف من مزورات أميرة، الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب عيار 18. كنديروا لا ليفغيزون بارتو في المغرب كامل من طنجة للقويرة فين ما كنتو، يعني أي حاجة كتعجبك يكفي أنك دير ليها سكرين، دوزي عندنا سيغ واتساب سيغ ميسنجر بالبريفي، وديك الساعة كنصيفطو لك أدوميسيل حتى عندك. لا ليفغيزون سي غراتويت يعني في المغرب كامل. حنا دايبي كسائر دايبي اللي في المغرب كامل، غير حنا كنديروا اثمنه مناسبه وكنديروا لكم دي طومبولا باش هكذا ان شاء الله كتشري وميم طون كتشارك كيكون عندك حظوظ. والحمد لله راكم كتشوفوا دائما كلشي على المباشر، الناس اللي كيفوزوا معنا وحظ سعيد لكم جميع ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. السلام. السلام وعليكم السلام، تبارك الله عليكم كاملين، نتمنى انكم كاملين ان شاء الله ديروا بارطاج اللايف ديال اليوم. قبل ما نبدا معكم ان شاء الله اللايف، بالنسبه كيف كنت وعدتكم قبل بانه ان شاء الله غادي تكون واحد طومبولا في الاشهر الجايه ان شاء الله، هادشي علاش ان شاء الله الاداره ديال المجوهرات الاميره يلا قررت اليوم باش ان شاء الله تعلن على الطومبولا اللي غادي تكون ان شاء الله في هاد 3 شهور الجايه باذن الله، واللي هي غادي تكون ان شاء الله عباره على يعني سفر يا اما لتركيا او العمره. هاد المساله ديال تركيا او عمره حنا ان شاء الله خلينا لكم نتوما، نتوما اللي غادي تقرروا. غندير لكم ان شاء الله واحد لانونس اللي غنخليكم ان شاء الله نتوما اللي تفوتيو، يعني سواء نديرو لكم سفريه لتركيا سواء العمره لكم الاختيار ان شاء الله. وهادو هذا خاصه بالناس اللي هما كيشريو عندنا، يعني غادي يكونوا ان شاء الله دي طومبوله، غادي تكون طومبوله على شكل سفر اللي غادي تكون خاصه بالناس اللي كيتقدموا هاد مجوهرات اميره سواء باغ انترنيت سواء في المحلات ديالها اللي في قيصاريه او في زنقه الديبيه. وكاينه الطومبوله الثانيه ان شاء الله اللي غتكون خاصه بالناس اللي كيديروا البارطاج اللايف ديالنا. دونك باش نشرح لكم ان شاء الله الطرق ديال المسابقه، بالنسبه لصحاب البارطاج غادي تكون عندنا ان شاء الله واحد لا مونتر ديال غاز كوليكشن اوريجينال اللي هي هذه. هاد غاز كوليكشن اوريجينال غادي تكون ان شاء الله خاصه بالناس اللي كيبارطاجيو، يعني غادي تكون غير وحده للاسف حيت ندير لكم وحده اوريجينال اللي الثمن ديالها كيتجاوز 4000 درهم. الو بالنسبه لهاد الطومبولا ان شاء الله الناس اللي كيبارطاجيو في لو تيراج ما غادي يكون ان شاء الله حتى رمضان باذن الله، حيت كيف كتعرفوا ان شاء الله هذه المره درنا لكم واحد الطومبوله اللي غادي تكون ان شاء الله كيف وعدناكم بها، اللي يعني قد المقام ديالكم واللي كتمنى اي واحد فيكم، اللي هي ان شاء الله سفر. وعلاش لا ان شاء الله ما نكرهش انكم كلكم تفوتيو للعمره ان شاء الله، مي دائما الاراء كتختلف، هادشي علاش ان شاء الله غندير لكم واحد السونداج غيكون سوا سيغ انستغرام سوا في الفيسبوك ان شاء الله باذن الله، غيكون من بعد اللايف ان شاء الله باذن الله ديال اليوم، ولا غادي تكون في تقريبا 24 ساعه، وخاصكم كلكم تفوتيو، كلكم ان شاء الله تفوتيو واش بغيتو سفر لتركيا اولا العمره، باش ديك الساعه ان شاء الله نديسيديو. هادو خاصين بالناس اللي كيتقداو عندنا ان شاء الله، يعني كيتقداو عندنا ابارتيغ من 300 درهم والفوق، ولكن ماشي ما كاينش مصارفه، يعني خاصه بالناس اللي كيخلصوا اون اسبيس، يعني الناس اللي كيتقداو باغ انترنيت اولا في المحل ديالنا، يعني اون اسبيس ماشي كريدي اولا مصارفه. هذه نقطه اساسيه باش نشير ليها. ثاني حاجه اللي نبغي نشير لها الاخوات كاملين هو ان شاء الله الناس اللي كيديروا بارطاج في هذه لا بيريود ان شاء الله ديال 3 مو غيكون اعلى لايف ان شاء الله اللي غادي تكون فيه اعلى نسبه مشاهده واعلى بارطاج. هذاك لو لايف اللي غادي يكون في 3 شهور فيه نسبه مشاهده كثيره واللي بارطاج كثير هو اللي غادي ناخذوا منه ان شاء الله اللي غنديروا فيه تيراج سو ديال الناس اللي كيبارطاجيو. يعني كل لايف ان شاء الله في طيله 3 شهور خاص يكون فيه البارطاج، واعلى لايف اللي غادي تكون فيه نسبه المشاهده كثيره هو اللي غنديروا فيه ان شاء الله القرعه، واللي غنشوفوا شكون اللي ان شاء الله بارطاجات باكثر عدد. دونك ان شاء الله انا هاد المره دائما كطلبوني يوسف علاش ما كدير غير طومبول الناس اللي كيشريو، علاش ما كديرش حنا اللي كنشاركوا؟ كنقول لكم الحمد لله دائما كندير واحد 3 طومبول الناس اللي كيشريو، ومره كندخلوا فيها عاوتاني الناس اللي كيبارطاجيو. حنا الحمد لله معاكم نتوما كاملين، سواء من عند الناس اللي كيشريو من عندنا اللي كيشجعونا، سواء الناس اكثريه اللي كيشجعونا عن طريق البارطاج واللايف. دونك شكرا لكم كاملين، نتمنى انكم تكونوا كلكم حاضرين. بالنسبه ان شاء الله لهاد الطومبوله كيف قلت لكم ابتداء من اللايف ديال اليوم غادي يبدا ان شاء الله، وبالنسبه للناس اللي كيشريو عندنا كذلك ابتداء من هاد الشهر ان شاء الله ديال شهر واحد، يعني الناس اللي يشريو عندنا من لو 1 جونفي حتى رمضان ان شاء الله باذن الله فهم مشاركين، سواء الناس اللي يشريو عندنا باغ انترنيت ديجا دوزوا لا كوموند، فالناس اللي يشاركوا من لو 1 جونفي، يعني هاد الطومبوله هادي ديجا حنا كناخذوا يعني لي كوردوني ديال الناس، كنا غير حيرين شنو غنديروا لكم في الطومبوله. من بعد ما قررت الاداره ديال ان ديال مجوهرات اميره ان تقرر دير لكم ان شاء الله واحد طومبولي على شكل سفريه سواء تركيا سواء العمره باذن الله، دونك حد سعيد لكم الجميع، حاولوا ان شاء الله تفوتيهم اللي غيسالي اللايف ان شاء الله اليوم، غنديروا لكم واحد السونداج سواء تختاروا تركيا سواء العمره لكم الاختيار ان شاء الله، وحد سعيد لكم الجميع ان شاء الله. اللي عليا كنديرو واللي علينا الحمد لله كنديروه، الباقي على الله سبحانه وتعالى وعليكم نتوما ان شاء الله باذن الله. يلا دخلت اللايف ديالك فين كاين المحل؟ حنا لالا نجات في مدينه سطات،
حنا المحل ديالنا في مدينه سطات في قيصريه الشاويه وكذلك في زنق الديبيه، وكنديروا لا ليفريزون بارتو في المغرب كامل فين ما كنتو من طنجه للكويره ان شاء الله باذن الله. الوغ بالنسبه لي بارطاج كيف قلت لكم الناس اللي كيبارطاجيو، حيت واحد الاخت يلاه سولت اللي كيبارطاجيو عندكم هاد لا مونتر ان شاء الله هي غادي تكون ان شاء الله الفوز. هذه خاصه بالاعلى يعني لايف لا تكون فيه اعلى نسبه ديال لي بارطاج هو اللي غادي نختاروه. يعني مثلا في هاد 3 شهور الا كانت مثلا عندنا 12 لايف، لايف من دوك 12 غادي يختاروا اللي فيه اعلى نسبه ديال المشاهده وهو اللي غادي ناخذوا منه ان شاء الله، غنديروا فيه القرعه ديال وحده فيكم ان شاء الله اللي غادي تكون بارطاجات وغتفوز معنا بهاد لا مونتر ديال جيس كوليكشن ان شاء الله باذن الله. حظ سعيد لكم جميع. اما الناس اللي كيشريو فهما ان شاء الله غادي يكون عندهم ان شاء الله حظ في مساله ديال السفر سواء لتركيا ان شاء الله باذن الله سواء العمره، حنا جبنا لكم ان شاء الله مع الصيف. تبارك الله عليكم. دونك نتقابل معكم ان شاء الله نقرب على التعليقات باش ديك الساعه ندوز معكم ان شاء الله السليعه ديالنا وداك الشيء اللي ندوز لكم في اللايف ديال اليوم. ما شاء الله عندكم اشياء زوينه، اللهم زيد وبارك. اللهم امين رحاف، بارك الله فيك، شكرا لك. سلاسل ما بين 1500 و 2000 1500 تجريد ان شاء الله، غادي نحاول ندوز لكم السلسلات، راه كاين بزاف ديال لي كوليكسيون. او ميم طون ان شاء الله غادي نحاول نلعب لكم ان شاء الله في لي لايف ديالنا هاد الجايين باش كلشي الناس يشاركوا بلي زارتيكل خفاف، او ميم طون حتى الناس بتقول اللي كيجيو عندنا للمحل ديالنا. فانا ان شاء الله غادي نحاول ما امكن ندوز لكم دائما داكشي اللي خفيف واللي ناقص في الثمن باش هكذا اللي بغى يشري على قد البيدجي ديالو يكون، يعني كل ما شريتي اكثر كل ما الحظوظ ديالك كتزيد اكثر. اخوك السلام عليكم، اخوك من السعوديه كوات، مرحبا بك اخويا، مرحبا بك. شكرا الاخوان العرب، تحيه للاخوات المغربيات داخل المغرب، تحيه الاخوات الجاليه خارج ارض المغرب، وتحيه الاخوات العربيات في ما كانوا يعني في العالم كامل. كنبغي نشكرهم على التتبع ديالهم كذلك. سلام يوسف، ميرسي بوغ سو لايف. عافاك بغيت نسولك على لو براسلي والخاتم ديال كلو بشحال داير؟ اختمها بالنسبه للبراسلي كيدير 3600 درهم، الخاتم كيدير 1400 درهم، يعني كيطلع لك كامل ب 5000 درهم، يعني 5000 درهم تاخذي بها براسلي وخاتم ديال كلو. مرحبا بك، راه ثمن جد مناسب. سلام، بغينا موديلات حلقات على الموضه لو ممكن. شكرا، ما كاينش مشكله مدام. انا ان شاء الله غادي نحاول اليوم نبدا معكم بالسنيسلات، حاولوا ان شاء الله اي حاجه عجبكم ديروا ليها سكرين. بالنسبه للواتس الانستغرام نسجل لكم الرقم ديال الواتساب اللي هو نسجل لكم دابا سادير هو مي فوالا 64 41 16. دونك بالنسبه للاخوان انستغرام اولا سيغ فيسبوك راه لي نيميرو دو واتساب راه ايبانغلي، سوا دوزو عندنا في الواتساب سوا دوزو عندنا في الميسنجر فوا في الانستغرام ما كاينش مشكل. فيما دزتو الحمد لله عندنا ان سيرفيس اللي في السماع ليكم واللي راه الاشاره ديالكم كاملين. عفاك بغيت براسلي بالجوهر وشكرا. منى السوس ما كاينش مشكل، غادي نحاول نوريك الشكيلات ديال لي شوروفسكي اللي موجودين. الثمن ديال الساعه عفاك بالنسبه للجيس كوليكشن اوريجينال فالثمن ديالها كيبدا من 4000 درهم 5000 6000 درهم. بغيتو الجيس، الجيس كدير 2200 درهم 2400 درهم الجيس، مي الجيس كوليكشن كتكون غلا من الجيس. خوات المارياج دونك نبدا معكم ان شاء الله على بركه الله، على بركه الله نبدا معكم ان شاء الله بهاد السنيفلات اللي مديرين حنا ديجا في لا بروموسيون، نبدا معاهم الاولين ان شاء الله باذن الله اللي هما هاد. دونك هاد السنيفلات ان شاء الله اللي كيدير الثمن ديالهم 800 درهم، هادي السنسله اللي كتجي رقيقه ديال الفرصه فيها لاكوت وكتجي هابطه فيها الدميعه بهذا الشكل. هادو شي حاجه اللي كتجي يا سلام، شي حاجه اللي رائعه وزوينه. دونك فيها السنسله ديال الفرصه زائد لاكوت والخميسه اولا الدمعه، يمكن لك تختاري اللي بغيتي. دونك بالنسبه لهذه فالثمن ديالها كيدير 800 درهم اللي هي 16000 ريال، 800 درهم اللي هي 16000 ريال، ان بو بري 80 اورو تقريبا 800 درهم، ان بو بري 80 اورو اللي هي 800 درهم 16000 ريال. هذه السنسله اللي كتجي رائعه وديال الاستعمال اليومي. دونك اي حاجه ان شاء الله عجبتكم ما عليكم غير انكم ديروا سكرين ودوزوا عندنا في واتساب. حسناء من الانستغرام قول لي كيفاش نبارطاجي. اختي حسناء بالنسبه للبارطاج ديال لي لايف فهو يعني كنديروه صراحه بزاف في الفيسبوك، يعني الناس اللي حيت تما كاين فين تيبقى مسجل انكم درتوا البارطاج، مي لي لايف اللي تيكونوا في الانستغرام ما كيبقاوش مسجلين، يعني حدهم كيبقاو 24 ساعه على عكس الفيسبوك. ان شاء الله دوزي عندنا سيغ فيسبوك بيجو تخي اميره وديك الساعه بارطاجي اللايف ديالنا ان شاء الله باش هكذا يبقى مسجل الاسم ديالك. اما بالنسبه للانستغرام فلي لايف ما تيبقاوش مسجلين كيبقاو حدهم 24 ساعه. دونك فوالا بالنسبه للهدف الثمن ديالو كيدير 800 درهم اللي هي 16000 ريال 800 درهم ان بو بري 80 اورو تقريبا. كاينه هاد السنسله هذه اللي كتكون رقيقه فيها لاكوت بالدميعه، سو الدميعه بغيتوها اون كولور سو بغيتوها بيضاء ما كاينش مشكل. دونك حاولوا ديروا ان شاء الله السكين اللي عجبتكم فهي كتجي رائعه في اللبسه ان شاء الله، والا بغيتوا تشوفوها من البوسه دوزوا عندنا سي واتساب. عندنا الموديل الثاني، الموديل الثاني واللي زايد عليه غير ب 900 درهم اللي هو هذا اللي فيها تقريبا جوج ديال السنيسلات في سنسله واحده.
هذه فيها جوج ديال السنسلات في سلسله واحده، فيها سلسله ديال لاغوت وسلسله ديال الخميسه، كلهم مشروكين في سلسله واحده، وكيدير الثمن ديالها غير 900 درهم اللي هي 18000 ريال. السلام عليكم. السلام سلام خويا، ورينا شي سنسلات ديال البنات الصغار. مالك اختي نادين، كنوريك ان شاء الله دابا في سنسلات. حاولي ان شاء الله اي حاجه عجبتك ديري ليها سكرين ودزي عليا ديك الساعه سوغ واتساب اولا سوغ ميسنجر، ما كاينش مشكل. دونك بالنسبه لهذه فالثمن ديالها كيدير 900 درهم. هذه راه كان كيف كنقول لكم راه غير سلسله واحده، راه ماشي يعني راه السلسله مشروكين فيها جوج ديال السنسلات فوالا. عصير الصابون اختي مريم، لا ما عندناش عصير الصابون، نو ما عندناش. با دو ريبونس. ايمان ميشو ما قريتش الميساجي كنعتذر. واش كاين شي طومبوله؟ بسمة رشيد ادريسي. وي اختي بسمة رشيد، راه هادشي اللي كنت كنقول من الاول ديال اللايف ملي بديت، هو انه كاين ان شاء الله طومبوله اللي كنت موعدكم بها، طومبوله ديال الخيال، طومبوله ديال اللي تمنى كل واحد، اللي هي عباره ان شاء الله عن سفر سواء لتركيا سواء ان شاء الله للديار المقدسه. فان شاء الله غنديروا واحد لانونس ان شاء الله، وانتم اللي غادي تختاروا ديك الساعه واش بغيتوا تركيا ولا بغيتوا العمره ان شاء الله. وبالنسبه لهاد السونداج ان شاء الله راه غادي نديروه بعد اللايف، اللي غادي تكون المده ديالو 24 ساعه، انتم اللي خصكم تفوطيو، يعني انتم اللي تختاروا فوالا. الوغ بالنسبه لهذه فالثمن ديالها كيدير 900 درهم اللي هي 18000 ريال، 90 درهم 18000 ريال 900 درهم. كتكون فيها السلسله ديال لاغوت، السلسله ديال الخميسه، كيجيو كلهم مشروكين في سلسله واحده اللي هي هذه كيف كتشوف. كتجي يا سلام، كتجي رائعه وزوينه، الثمن فالثمن رائع. شحال الطول ديالها؟ بالنسبه للطول ديال هذه كتبدا من على حساب كنظن كتبدا ب 40 سنتيمتر، كتبدا ب 40 سنتيمتر، والخميسه اللي تحت منها كتكون فيها شي 45 46 سنتيمتر. راه بارطاجيت بزاف ديال الجروبات. عيسى شريف ان شاء الله حد سعيد ليكم جميعا ان شاء الله. كيف قلت لكم بالنسبه للناس اللي كيبارطاجيو، فهو غادي يكون ان شاء الله اللايف اللي غيكون فيه اكبر عدد ديال لي بارطاج طيله هاد 3 شهور ان شاء الله، هو اللي غادي يكون ان شاء الله غادي نختاروا غادي ناخذوا منه ان شاء الله. يعني خاصكم هذا خاص بالناس اللي الاوفياء ديالنا اللي كيبارطاجيو دائما على لي لايف واللي دائما كيتبعونا، يعني الناس اللي كيتبعونا دائما فهم اكثر حظوظ ان شاء الله انهم يفوزوا. سلام كندير كيدير ندوز واتساب جاوبني عافاك. اختي بالنسبه للواتساب راه ديجا ايبانكلي قدامك، راه الا رديتي البال واحد كومونتير قدامك دابا في اللايف راه فيه 06 64 41 16، غير كليكي عليه راه يديك اوتوماتيكمون ان شاء الله الواتساب. بغيت شي خاتم ديال الخطوبه موجودين خويا محمد، راه غادي نوريهم لكم ان شاء الله. واش كديروا لا ليفريزون غراتويت؟ اكيد اختي سكينه كنديروا لا ليفريزون غراتويت في المغرب كامل من طنجه للقويره. تبارك الله عليكم، نكمل معكم ان شاء الله في اطار السنيسلات. كاين عندنا السنيسلات ديال السميه اللي هما هادو حتى هما كنصوبهم سير كوموند. الوغ بالنسبه لهاد السنيسلات ديال السميه كتكون فيهم السنسله ديال الكورميت اللي هي كتكون غليظه وصحيحه، واللي الثمن ديالها كيدير 800 درهم اللي هي 36000 ريال، 1800 درهم 180 اورو. تبارك الله عليك خويا سماح، بارك الله فيك لاله مدام، شكرا لك. سلام خويا عندكم الطب اخويا، بارك الله فيك لاله فاتحه الداودي، شكرا لك. واش ذهب؟ وي لاله ذهب. فين كاينين؟ حنا في مدينه سطات في قيصريه الشاوي وكذلك في زنق الديبيه، مرحبا بكم والف مرحبا. سواء الناس اللي كتقداو عندنا باغ انترنيت، سواء الناس اللي كديبلاصاو عندنا في ابواب مجاورات اميره، مفتوحه لكم جميع ان شاء الله باذن الله. تبارك الله عليكم. دونك بالنسبه لهذه حتى الناس اللي كيتبعونا وما تيقدروش يجيو عندنا فهما يقدروا يشاركوا عن طريق انهم يشريو عندنا باغ انترنيت. حظ سعيد لكم جميعا ان شاء الله باذن الله في الطومبوله. الوغ بالنسبه لهذه السلسله كيف كتشوفوا دابا، هذا نحاول نقلبهم حيت مع اللايف ملي تيكون بحال دابا كيف كتشوفوا، هذه ليلى، هذه اميمه، كاينه هذه اسماء، المهم هادو كلهم كيتصوبوا سيغ كوموند. فالثمن ديالهم كيدير 1800 درهم اللي هي 36000 ريال، 1800 درهم 180 اورو اللي هي 36000 ريال. ما عليكم غير انكم ان شاء الله الا عجبتكم هذه فهي كنديروا فيها واحد السلسله غليظه ديال الكورميت، وكاين اللي كيبغي بسلسله رقيقه راه كتجي موان شير. الا بغيتوها بسلسله رقيقه تقريبا كتطلع ما بين 1400 1500 درهم، الا بغيتوها بسلسله ديال النيلو. دونك هذه السميه، السلسله ديال السميه كدير 1800 درهم اللي هي 36000 ريال، 1800 درهم 180 اورو 36000 ريال. هذا في اطار السنيسلات. نكمل معكم ان شاء الله بالنسبه للسنيسلات، عندي لكم السلسله ديال مام، هادو كلهم راه سون ديسپونيبل عندنا حاليا. السلسله ديال مام اللي هي هذه، هاد السلسله ديال مام اللي فيها واحد السلسله رقيقه ديال الفورصة، واللي كيدير الثمن ديالها 1200 درهم اللي هي 24000 ريال، 1200 درهم 120 اورو 24000 ريال. سلام عافاك، بغيت نعرف واش عندك لي سوتوار وتكون شي حاجه ثقيله. ميرسي. وي لا العتيقه موجودين عندنا لي سوتوار، دوزي عندي سو واتساب، صراحه ما موجودوش في اللايف ديال اليوم. سلام ديال اسطنبول اخويا، الله ييسر لكم. اللهم امين لاله ام ايناس. بالنسبه للاخوات اللي يلاه كيلتحقوا بيا انا غادي نعاود نقول لكم ان شاء الله شنو طومبوله.
عندي ان شاء الله جوج ديال لي طومبولا مديرينهم هاد الشهر هاد 3 موا ان شاء الله، اللي غادي يكون لو تيراج سو في رمضان باذن الله. الطومبوله الاولى غادي يكون عن طريق ان شاء الله واحد السفر سواء للديار المقدسه ان شاء الله سواء لتركيا. الوغ نتوما اللي غادي تختاروا ان شاء الله في السونداج ملي غادي يسالي اللايف واش بغيتوا تركيا نديروا لكم في طومبوله او نديروا لكم الديار المقدسه. كاين طومبوله ثانيه ولا غادي تكون خاصه بالناس اللي كيشري اللي كيبارطاجيو معنا عن طريق غادي تكون واحد لا مونتر ديال جيس اوريجينال جيس كوليكشن اوريجينال، هذه خاصه بالناس اللي كيديروا بارطاجي في لي لايف ديالنا طيله هاد 3 شهور ان شاء الله. غادي تكون غادي يكون تقريبا هاد 3 شهور غادي تكون واحد 12 ديال اللايف، غادي نشوفوا اللايف اللي غتكون في اعلى نسبه ديال المشاهده ومنه غادي ناخذوا الناس اللي كيبارطاجيو غنديروا لهم تيراج سور باش نعلنوا على الفائز ان شاء الله بهاد لا مونتر اوريجينال ديال جيس كوليكشن. دونك نكمل معكم ان شاء الله باذن الله في اطار سنيسلات. كاين عندنا هذا الموديل ديال مام واللي الثمن ديالو كيدير 1200 درهم اللي هي 24000 ريال 1200 درهم 120 يورو 24000 ريال. هذه السلسله رقيقه ديال فورصه كتجي فيها مام فيها درجيلات، هذو الاخوات اللي عزيزين عليهم الامهات ديالهم او لا كاين اللي كيبغي يدير الام ديالو عندها معنى وكتجي رائعه وزوينه. وكذلك بحال بعض الاخوات كياخذوه مثلا في الزرور يعني كادو لشي ام اللي كتكون يلاه ولدات يعني فيها هاد الرجيلات ديال الوليد يلاه جا عند الام ديالو مثلا كتعط عندها معنى يعني كتهدي واحد الهديه اللي هي على شكل ذهب اون ميم طون عندها واحد المعنى اللي غالي. تبارك الله عليكم. السلام عليكم. السلام تبارك الله عليكم كاملين ان شاء الله. دونك هذه 1200 درهم اللي هي 24000 ريال 1200 درهم 120 يورو. انا كنحاول دائما حيت نتوما كتبغوني دائما ندوز لكم السنيسلات كنحاول نبدا من الاولين ونعطيكم شي حاجه اللي رخيصه وناقصه في الثمن وغادي معاكم ان شاء الله بشويه بشويه نريكسا كل واحد ياخذ على قد البيدجي ديالو. عندي هاد السلسله ديال الخميسه اولا ديال الدمعه واللي الثمن ديالها كيدير 550 درهم. هادو كيديروا 550 درهم اللي هي 11000 ريال 550 درهم 55 يورو اللي هي 11000 ريال. هذه السلسله ديال النيلو رقيقه اللي كتكون صحيحه يعني الصح والعمل ما نحتاجش نشكر عليكم تبارك الله. هذه السلسله هذه فهي سلسله اللي رائعه زائد كتجي فيها هاد الكريستالات ديال على شكل دمعه وكتجيب الثمن ديالها 550 درهم اللي هي 11000 ريال 55 يورو تقريبا يعني ثمن جد مناسب لهذا الموديل. هذا فهو موديل اللي هو زوين والا بغيتو حتى في الخميسات ولا في الشكيلات راه كاين بزاف ديال الشكيلات فيهم يمكن لينا نوريهم لكم ان شاء الله. فوالا بالنسبه للخميسه كاين هذا الشكل هذا حتى هو راه مطلوب بزاف نوريه لكم حتى هو كيدير 550 درهم اللي هو هذا. هذه خميسه اللي كيكون فيها العقيقات باللوان فالثمن ديالها كذلك كيدير 550 درهم اللي هي 11000 ريال 55 يورو 550 درهم 550 درهم. دونك هذه بالنسبه للسلسله ديال النيلو كيجي فيها الخميسه وهاد الشكيلات من الجناب. ماريمار دابا يوسف اللي كيشري هو اللي غيدي العمره واللي كيبارطاجي هو اللي غيدي المكانه حنا بغينا العمره. ماريمار حب هي لا لا ماريمار هي هذيك تبارك الله عليك. الحمد لله كنظن ان الشرح ديالي راه مفهوم وكلكم فهمتوه تبارك الله عليكم. الناس اللي كيشريو عندنا غادي يكونوا مشاركين في الطومبوله اللي خاصه ان شاء الله سواء بالعمره او لتركيا والناس اللي كيبارطاجيو غادي يكونوا ان شاء الله مشاركين في الطومبوله ديال لا مونتر اوريجينال ديال جيس كوليكشن. عفاك اللي اسم ماما بغيت نشوفها عفاك اللي اسم ماما بغيت نشوفها ديال مام بغيتي تشوف فيها ما كاينش مشكل. هاي هي هاد السلسله ديال مام هي هادي يمكن لك ديري ليها السكرين كيجيو فيها بعد ما تربع الرجيلات ولا خمسه ولا ثلاثه الرجيلات من التحت فغير هي السلسله ديالها فهي سلسله اللي جد رقيقه راه ماشي سلسله اللي غليظه لا تعود تبان لكم في اللايف يعني غليظه ولا شي حاجه. فهي السلسله اللي كتكون رقيقه كتجي رائعه في العمق يعني واخا رقيقه راه صحيحه ما الا تجرات راه غتقطع واخا تكون غليظه راه الا تجرات غتقطع هذه مساله طبيعيه. مي دابا اغلبيه ديال السنيسات كتخدموا رقاق باش كيجيو زوينين وكيجيو روميين. فوالا دونك هذه كيدير الثمن ديالها 1200 درهم اللي هي 24000 ريال 1200 درهم 120 يورو. اشنو باقي عندي في السنيسات؟ باقي الخير تبارك الله موجود. بالنسبه للسنيسات عندي السلسله ديال لاكوت السلسله ديال لاكوت واللي الثمن ديالها كيدير 800 ديال الدرهم اللي هي 16000 ريال 800 درهم 80 يورو. الوغ كاين عندنا هذه السلسله ديال لاكوت اللي كتجي رائعه ويا سلام. هادي بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو داكشي سامبل كتجي على شكل مقيطه كتجي زوينه ورائعه. هادي كيدير الثمن ديالها 800 درهم اللي هي 16000 ريال شين ديال لاكوت هادي كتجي زوينه. واش هادشي داب منار؟ وي اختي منار. دونك كنبغي نشكر الاخوات اللي اول مره كيلتحقوا بينا ما ينساش انهم يديروا يعني يتابونوا معنا في الـ في الـ في لاباج ديالنا باش دائما يوصلهم الجديد وكذلك باش يشاركوا معنا في لي طومبوله ديالنا. تبارك الله عليك خويا مبشور بارك الله فيك. لاله خديجه شكرا لك الله يودي بارك الله فيك والله الا عرفتها وصيفتها لكم في كومونتير عمله ولا تركيا. تبارك الله الحسنيه لاله اختك اختي. دونك الحمد لله راه كيف وعدتكم كيف وفينا بالوعد ديالنا.
واش الطومبوله ديال البارطاج واش من اليوم غير نبارطاجي باش نربح اختي ام ايناس. كيف قلت لكم بالنسبه للطومبوله ديال البارطاج فهي كتبدا من اول لايف اللي هو اليوم ان شاء الله باذن الله، هذا هو اول لايف في الطومبوله ان شاء الله. وبالنسبه للطومبوله ديال الناس اللي كيشريو عندنا فهما بداو بدينا المشاركه من 1 في شهر 1 2020 كيف ما وعدناكم في الاول، يعني الناس اللي شروا عندنا من نهار 1 في شهر 1 2020 فهما مشاركين معنا في الطومبوله ان شاء الله باذن الله، وغادي يكون لو تيراج في رمضان باذن الله. دونك هذه الثمن ديالها 800 درهم اللي هي 16000 ريال 80 يورو 800 درهم 800 درهم. دونك هذه السلسله اللي كتجي ديال الفورس رقيقه وكتجي فيها هاد لاكوت كتجي رائعه وزوينه، هذه 800 درهم اللي هي 16000 ريال، هذا في اطار السلسله ديال لاكوت. كاين شي حاجه غليظه بالنسبه للناس اللي شويه كبار وغلاظ، كاين بحال هاد الموديل هذا ديال الشوبان بالبوندونتيف بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو سلسله شويه كبار. سمحانا اختي هنا في مدينه سطات، يعني المحل ديالنا عندنا جوج ديال المحلات، محل في قصاريه الشاويه ومحل في زنقه الذهبيه في مدينه سطات، ولكن كنديروا لا ليفغيزون بارتو في المغرب كامل، يعني فيما كنتي فحنا كنديروا لا ليفغيزون. تبارك الله عليكم من فينيزيا، تبارك الله على اختي صابرينا، تبارك الله على الجاليه كاملين خارج ارض الوطن، تبارك الله عليكم. اشرف شكرا لك خويا، بارك الله فيك خويا اشرف، الله يسهل عليك حتى انت يا خويا، تبارك الله عليك خويا مشور، الله ييسر اموركم، اللهم امين لله كريم حياه، تبارك الله عليك. دونك بالنسبه لهذه السلسله فالثمن ديالها كيدير 2300 درهم اللي هي 140000 ريال، فيها سلسله رقيقه ديال الشوبان بالبوندونتيف. هذا البوندونتيف بالنسبه باش تعرفوا قداش اللي عاد يبان لكم في اللايف كبير، فهو بوندونتيف يعني اللي صغير ملي كدوزوا عندنا سيغ واتساب اولا في الماسنجر راه كيعطيكم ديك الساعه الديامتر ديالو قداش، باش هكذا كتكون عندكم فكره عليه على البوندونتيف قداش، حيت بعض المرات الصوره كتخدع في اللايف يقدر يبان لكم بانه لارتيكل كبيره بزاف، ما هي في الحقيقه ديالها راه ماشي كبيره بزاف، راه تقريبا فيها واحد 3 سنتيم في العرض 3 سنتيم في الطول، كتجي على شكل دائري. فالثمن ديالها 2300 درهم اللي هي 140000 ريال 2300 درهم ان بوبري 230 يورو 140000 ريال. وبالنسبه لهذا البوندونتيف نشوف لكم واش كيبومبي، وي راه كيبومبي فوالا كيف كتشوفوا. بالنسبه لهذا البوندونتيف فهو واخا كيبومبي راه ما كيترش كيف كتشوفوا، اللي عاد يوصلكم ان شاء الله راه خاصكم تعرفوا راه ماشي تورك عليه مثلا ما يبومبيش، راه كيبومبي يعني بحال انت كتقلبي فيه ان شاء الله بيديك دابا حاليا. دونك بالنسبه لهدف الثمن ديالها 2300 درهم بوندونتيف، علاش كنديروهم هادو كيجيو ناقصين في الثمن، واخا توركي عليه راه ما كيتهرس ما كيتضغط ما والو، والبوندونتيف حيت كيبقى دائما معلق في العنق يعني بعيد على الخطر ما تخافيش منه، واخا يكون خفيف ما تخافي منه حتى شي حاجه. دونك هادي 2300 درهم ان بوبري 230 يورو اللي هي 140000 ريال 2300 درهم. الى عجبتكم ان شاء الله ديروا ليها سكرين، تبارك الله عليكم. دونك هذا في اطار السلسله، دابا غنتقل معكم ان شاء الله بالنسبه للاخوات اللي بغاو نوريكم هذه السلسله ديال الشوباغ اللي هي هذه، واللي الثمن ديالها كيدير 1200 درهم اللي هي 24000 ريال. هذه السلسله ديال نيلو بالبوندونتيف فهو الثمن ديالها كيدير 1200 درهم اللي هو 24000 ريال 1200 درهم ان بوبري 120 يورو 24000 ريال. فيها السلسله ديال النيلو فيها البوندونتيف ديال الشوباغ بهذا الشكل كيجي مسيرتي بالحجر، فهو كيعطي واحد المنظر اللي كيجي رائع. السلسله ديالهم فهي دائما سلسله رقيقه ديال النيلو، بعض الاخوات دائما كنبغي نشير لهاد النقطه، فالسلسله اللي كنقول لكم دائما راه سلسله رقيقه ديال النيلو وبالبوندونتيف ديال الشوباغ، حيت بعض الاخوات يقدر يبان لهم مثلا السلسله غليظه، هادشي علاش كنحاول نشير لهاد النقطه باش كناكد عليها، يعني راه واخا كتشوفوها رقيقه فهي رقيقه وصحيحه ما تخافوش منها. حنا الواجب ديالنا هو اننا خصنا نقولوا لكم اللي كاين، حاجه اللي غليظه راه غليظه، اللي ثقيله ثقيله، اللي خفيفه راه خفيفه، اللي ما صحيحاش راه ما صحيحاش، باش هكذا ان شاء الله كل واحد كياخذ على قد الاستطاعه ديالو، يعني هو كل ما كيقل الثمن فاكيد كتقل حتى الجوده ديال السلعه من ناحيه الصح، من ناحيه الصح اكيد كل ما قل الثمن فكذلك الجوده كتنقص، هذه مساله طبيعيه، ما غاديش نقول لكم بانني راه كندير برومو ولا كندير اثمنه خاتم كيدير 5000 درهم 1000 درهم وراه صحيح ب 1000 درهم، لا كل حاجه والثمن ديالها. عافاك خويا ورينا خواتم زوينين، انا غادي نوريكم ان شاء الله هاد الخويتماس الكاغي اللي هما على شكل ديزاين ديامون واللي دابا مديرين طوندونس عند مجوهرات اميره، اللي هما هادو اللي فيهم ثلاثه ديال اللوينات، سوا بغيتوهم بالصفر سوا بالبيض سوا بالاحمر ما كاينش مشكل. هادو كيدير الثمن ديالهم 1600 درهم 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 160 يورو 1600 درهم، سوا بغيتو بالذهب الصفر سوا بالذهب البيض سوا بالذهب الاحمر فلكم الاختيار. جاوبني عافاك اختي نرجس، يلاه قريت التعليق ديالك اعتذر منك، ان شاء الله نشري من عندك شي حاجه باش نشارك ان شاء الله. مرحبا بارك الله فيك. دونك الاخوات اللي اول مره كيتفرجوا فينا واللي اول مره كيوصلهم هذا اللايف وكيشوفوا عن طريق البارطاج في دي جروب، فكنبغي نقول لكم كاملين انني يوسف من مجوهرات اميره، الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب عيار 18، وكنديروا لا ليفغيزون بارتو في المغرب كامل، يعني فين ما كنتوا من طنجه للقويره يكفي غير انكم ديروا سكرين
لاي ارتيكل دوزو عندنا سيغ سيرفيس واتساب اللي ديجا الرقم ديالو افيشي قدامكم، يعني دوزو عندنا كتشاركوا معنا في طومبولا، واللي طومبولا ان شاء الله ديال هاد 3 شهور ان شاء الله باذن الله فهي عباره عن سفريه سواء للديار المقدسه ان شاء الله باذن الله سواء لتركيا. نتوما ان شاء الله في السونداج ديال اليوم نتوما اللي غادي تختاروا شنو اللي غنديروا لكم، واش نريزيرفيو لكم في العمره او لا في تركيا، فلكم الاختيار. هذه خاصه بالناس اللي كيشريو عندنا سواء باغ انترنيت سواء في المحلات ديالنا، واللي بدات من لو 1 جانفي 2020، واللي هي كانت عباره على مفاجاه السنه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للناس اللي كيديروا بارطاجي حتى هما مشاركين كيشاركوا معنا ان شاء الله بالفوز عن طريق هاد لا مونتر اوريجينال ديال جاز كوليكشن، واللي طريقه المشاركه طريقه سهله هو انه ان شاء الله طيله 3 شهور اللايف اللي غتكون فيه اعلى نسبه ديال المشاهده واعلى نسبه ديال البارطاج هو اللي غادي نختاروه، ومنه غادي ناخذوا ان شاء الله فائزه ديالكم ان شاء الله باذن الله. دونك حد سعيد لكم جميع، ما تنساوش انكم تبارطاجيو، وكل ما بارطاجيتو كتزيدوا في حظوظ اكثر، وكذلك الناس اللي غي ان شاء الله اللي غيشاركوا في طومبولا ديال العمره كل ما شريتو كل ما كيتكون ان شاء الله الحظوظ اكثر ان شاء الله، والله موفق ان شاء الله، والله حنا جهدنا هو هذا، الله يوفقنا ان شاء الله ويرضيكم جميع الاخوات كاملين فين ما كنتو. شحال من مره سولتك ما شفتيش كومونتير ديالي، وريني البراسلي ثلاثه البراسلي يكونوا سامبل ما يكونش فيهم حجر، اختنوها انا غادي نوصل البراسليت وانا نوريهم لكم ان شاء الله، غير نكمل معاكم خويا تمات وانا معاك ما كاينش مشكل. دونك فوالا بالنسبه لخويا تمات الكاغي اللي هما هادو، واللي الثمن ديالهم كيدير 1600 درهم اللي هي 32000 ريال، هادو كيديروا 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 160 يورو 1600 درهم. دونك هادو طوندونس ديزاين ديالهم على شكل ديامون كيجيو رائعين، كيجيو كلهم سيغتين بالحجر فكيجيو بهذا الشكل، يمكن لك تختاري اللي بغيتي، القياسات راه كلهم موجودين سواء في الصفر او لا في البيض او لا في الاحمر، يعني الا كنتي الاختيار. بالنسبه للبيض ديالهم فهو مخدوم بالبيض ماشي رودياج، بالنسبه للبرونز ديالهم فهو مخدوم بالبرونز، والصفر فهو مخدوم بالصفر. شي خواتم الخطوبه هما هادو خويا محمد، راه هما اللي كنوريك حاليا النيت ديال الخطوبه ان شاء الله باذن الله. وبشحال كتصيفطوهم؟ كنصيفطو لا ليفغيزون سي غراتويت فيما كنتو من طنجة لكوير، ولي لي زارتيكل ديالنا فهما تقريبا كيبداو من 300 درهم حتى شحال ما بغيتي ان شاء الله باذن الله، السلعه اللي بغيتي راه موجوده. دونك بالنسبه لخويا تمات الموديل الثاني ديال خويا تمات لي سوليتير اللي حتى هما ديزاين ديامو، غير الفرق بينهم وبين هادو جايين على شكل دائري، هادو جايين غون وهادو جايين كافي. الوغ نتوما اللي كتختاروا واش بغيتوا الكاري ولا بغيتوا الغون، لكم الاختيار. الوغ بالنسبه للثمن فهما بحال كلهم كيديروا 1600 درهم اللي هي 32، سواء بغيتوا في الصفر سواء في الابيض سواء في الاحمر ما كاينش مشكل. دونك غير بالنسبه للاختيار كاين الكاري اللي هو هذا، وكاين لي غون اللي هو هذا. هادو سون دي يعني دي سوليتير اللي جايين على شكل ديزاين ديامون، واللي صوبناهم لكم في الحجيرات العاديين وبثمن جد مناسب، يعني ابروفيتي ان شاء الله وبصحتكم مسبقا. فهما خويا تمات اللي كيجيو رائعين، غير ان شاء الله حاولوا لعجبوكم ان شاء الله ديروا لهم سكرين، ديك الساعه دوزو عندنا سيغ واتساب اخوات راه يعطيكم ديك الساعه ان شاء الله الشكل ديالو مصور مزيان والفيديو حتى تقتنعوا به عاد نصيفطوا لكم ان شاء الله. الله يغنينا باش نشريو من عندكم ذهب رائع. بارك الله فيك الابتسام، الله يغنيكم جميعا ان شاء الله ويغنينا جميعا بالصحه والسلامه والعافيه والرزق والتيسير ان شاء الله. الله يعطيكم الصحه ان شاء الله حيت هي اول شيء وهي اللي كتلبس، عاد ان شاء الله ديك الساعه نطلبوا الرزق ديال الفلوس ان شاء الله باذن الله. تبارك الله عليكم خويا، شكرا بزاف، بارك الله فيك. لا ما كاينش مشكل. ننتقل معكم دابا للسوليتير اللي ناقص على هذا الثمن، واللي الثمن ديالو كيدير غير 1400 درهم اللي هو هذا. دونك فوالا، دونك هاد لي سوليتير هادو كيديروا الثمن ديالهم 1400 درهم، حتى هما فيهم البيض فيهم الاحمر وفيهم الصفر، يمكن لك تختاري اللي بغيتي. بالنسبه لهادو كيديروا غير 1400 درهم، يعني ان بو بري 140 يورو اللي هي 28000 ريال. فهما كذلك سي ان ديزاين اللي هو على شكل ديامون، خويا تمات اللي كيجيو بالحجر زيغكو عادي، ديزاين خدينا عليكم شي حاجه اللي رائعه. فوالا فيه جوج ديال الصفوف ديال الحجر، ومن هنا قدام فيه حجيرات صغار فكيجي رائع وزوين. دونك بالنسبه لهذا فالثمن ديالو كيدير غير 1400 درهم اللي هي 28000 ريال 1400 درهم 140 يورو. لا ليفريزون بيان سور سي غراتويت في المغرب كامل فين ما كنتو من طنجة للكويرة، زائد بارتيسيباسيون ان شاء الله ديال الطومبولا اللي تكون ان شاء الله عباره عن سفر سواء تركيا او الديار المقدسه ان شاء الله، فلكم ان شاء الله الاختيار نتوما في لو تيراج وفي السونداج اللي غنديروا لكم اليوم، واللي غتكون المده ديالو 24 ساعه. الوغ نتوما اللي غتفوتيو حاولوا ان شاء الله تفوتيو لداكشي اللي بغيتو، وحد سعيد لكم جميعا. فوالا بالنسبه لهادو 1400 درهم يعني ان بو بري 140 يورو، ان بو بري 140 يورو. شي خواتم المدام ديالي بثمن مناسب، وي خويا احمد راه هادشي اللي كنوريك نيت راهم خويا تمات بثمن جد مناسب. الا ما لقيتيش داكشي اللي عجبك يمكن لك غير تسجل رقم الواتساب ديالنا عندك
وقت ما كنتي مسالي ان شاء الله صيفط لنا ميساج ونصيفطوا لكاع لي موديل ديال خواتم ونوريك حتى كيفاش تاخذ العبار ديال الخاتم باش نصيفطوا لك عبار اكزاكت ان شاء الله للمدام والله يخلف عليك مسبقه واخا ما قيمه ما خديتيش لها ان شاء الله الله يخلف عليك. تبارك الله الاخوان كاملين اللي ما كينساوش الزوجات ديالهم والامهات والاخوات ديالهم تحيه اليوم صراحه تحيه لكل رجل يعني كيشجع المراه ديالو وكيفرحها فهو كان بغي نقول لي تبارك الله عليك. فوالا نكمل معكم ان شاء الله في اطار ماشي غير الذهب يعني تبارك الله ماشي ضروري تشري الذهب تقدر تشري غير ورده ان شاء الله وتفرحها. فانا كندوي عامه ماشي زعما باش تشري من عندي الذهب ولا شي حاجه. واش هادشي ذهب حقيقي مريم السام؟ وي مدام حنا ذهبي كسائر ذهبي اللي في المغرب كامل احنا كنديروا لكم يعني لايف ريزون غراتويت اثمنه مناسبه وكتشاركوا معنا في لي طومبولا اللي كنديروا كل شهر فيه الكاري. بالنسبه لهذا ديال 1400 درهم لا ما فيهش الكاري الكاري كاين غير ديال 1600 درهم. نوريكم دابا خويتمات المارياج اليون سوليتير اللي فيه جوج ديال الخويتمات اللي هما هادو وراه يلا بارطاجينا معكم واحد لا فيديو ديالهم عليهم حتى هما شي حاجه لي يا سلام شي حاجه لي رائعه واعره. بالنسبه لهاد الخويتمات فالثمن ديالهم كيدير 3300 درهم اللي هي 66000 ريال 3300 درهم يقدر يبان لكم الثمن قاصح مي كيف كتعرفوا عليا تنقول لكم اللي كاين هادو خويتمات اللي تقالين في الميزان اللي كيف كتشوفوا السمك ديالهم كيجيو عراض هما الشكل ديالهم كيكون رقيق يعني الشكل ديالو دو في كيش حاجه لي روميه اكيد هذاك يعني اللي كتاخذ هذا الخاتم فهي كتكون ديجا يعني الدواقيه يعني كتبغي شي حاجه اللي هي سامبل واخا كتسمع 3300 درهم فهي عارفه شنو كيسوى وعارفه الثمن ديالو هو هذا وعارفه بانه راه كيكون وازن حيت بعض الاحيان مثلا كتقدري تلقاي خاتم تقدري تلقاي خاتم بحال هذا مثلا شوف تبارك الله قداش كبير قداش ناهو كيدير 2900 درهم وهذا حداه كيبان لك رقيق كيدير 3300 درهم هذا كيدير 2900 درهم كبير قداش ناهو تبارك الله وكاين هذا رق منه بزاف كيدير 3300 مي هذا الرقيق هذا فهو ثقل من هذا الكبير اللي كتشوفوا كيف كتشوفوا دابا فهذا الرقيق هذا كيبان لكم رقيق حيت رومي يعني شي حاجه اللي كيف قلت لكم في الاول سي تان ديزاين على شكل ديامون يعني كيجي سامبل مي هو الشكل ديالو قاصح وصحيح دونك هادو كيديروا 3300 درهم سو بغيتو اونور بلون ولا اونور جون هذا كيدير 2900 درهم في خويتمات ديال المارياج يمكن لكم تختاروا اللي بغيتو راه ما كاينش مشكل ديروا غير السكرين ان شاء الله ومرحبا بكم. هذا في اطار خويتمات ديال المارياج ننتقل معكم دابا لخويتمات ديال الاستعمال اليومي كنحاول دائما نوجد لكم شي حاجه يعني توسكيه سامبل مجوهرات اميره دائما كتحاول تجيب لكم موديلات اللي هما سامبل شي حاجه اللي هي طوندونس شي حاجه اللي جديده شي حاجه اللي يعني راقيه في المنظر وما عرفتش ثاني ما عرفتش هادشي زوين واش غير انا كيبان ليا مزيان ولا انت نتوما ما عرفتش المهم بعدا كاين هذا شي حاجه اللي زوينه سامبل الثمن ديالو كيدير 1600 درهم اللي هي 32000 ريال. الطريقه باش غناخذ العبار خويا محمد غير دوز عندي سيغ واتساب راه ان شاء الله كاينين الاخوان والاخوات غيوريو كيفاش سوا دوز عندنا في الرقم ديال الواتساب اللي قدامك دابا 0674141116 سوا دوز عندنا في الميسنجر صيفط لنا ميساج في لاباج ديالنا اولا في الانستغرام واقفين ما تجسي الحمد لله نجاوبوك ان شاء الله باذن الله. هادشي عندكم غزال بارك الله فيك فين كاينين حنا في مدينه سطات لا في مدينه سطات واو هذا زوين بارك الله فيك دونك هذا 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 1600 درهم فهو ثمن جد مناسب خاتم اللي كيجي بهذا الشكل ديال اكس فهو كيجي رائع ورومي فوالا كيف كتشوفوا 1600 درهم 32000 ريال 1600 درهم 160 يورو 1600 درهم هذا شي حاجه اللي كتجي رائعه وزوينه راه عندنا في القياسات هذا راه كاين حتى الا بغيتو الدومي دو ديالو حتى هو راه كاين عندنا داك الدومي دو ديال هذا باقاش باقي الدومي دو فوالا الدومي دو ديالو راه هو هذا هذا هو الدومي دو ديالو بعض الاخوات طلبونا على اننا نجيبو لهم خاتم هادشي علاش جبناه دونك هذا الدومي دو كيدير 1200 درهم اللي هي 24000 ريال والخاتم ديالو كيدير 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 1600 درهم 160 يورو 1200 درهم 120 يورو عندكم تبارك الله موديلات زوينين وماويين ودابا كنشوف بغيت نختار شي حاجه نشري عندكم ووفقكم الله اللهم امين لاله اسماء تحيه لك شكرا على التعليق ديالك شكرا الاخوات كاملين اللي كتقدموا عندنا وكيديروا حتى هما التعليقات ما غادي نقول لكم غير الله يرحم الوالدين هذا هو اهم شيء هذا هو ولا نقول اللي عنده وليدات الله يصلحهم ان شاء الله دونك بغيت نشكر جميع البنات اللي كيديروا التعليقات وكيعلقوا يعني داكشي اللي كيشوفوا وداكشي الناس اللي كذلك الناس اللي كيوصلوا الامانات وكيديروا التعليقات فهما كيشجعوا ناس اخرين كيحفزوا ناس اخرين باش انهم كيعرفوهم علينا عن طريق التعليقات ديالكم كنبغي نقول لكم شكرا شكرا ونبغي التعليقات ديالكم تكون يعني
صريحه، يعني المعامله اللي كنتعاملوا معكم بها، السلعه كيف كتوصلكم، واش عجبتكم ما عجبتكمش. فحنا كنتقبلوا الكريتيك ونتقبلوا يعني الايجابي، ما عندناش مشكل، وحيت الحمد لله عارفين بانه الايجابي ديالنا 95% والكمال لله. واش كتعطيو شي ورقه كضمانه؟ رضوان خويا مرحبا بك، حنا كنبيعوا الذهب كسائر ذهبي في المغرب كامل، اي حاجه كتشريها فاكيد عندك لو غوسي ديالها، يعني يمكن تشري شي حاجه بلو غوسي، ضروري من لو غوسي، هذه مساله ضروريه، يعني اي حاجه كتشريها فاكيد من لو غوسي. فوالا نكمل معكم ان شاء الله. في اطار خويتمات كاين هذا كيدير 1600 درهم، وهذا 1200 درهم، هذا دومي دوا وهذا خاتم. يمكن لكم ان شاء الله الى عجبكم ديروا لي سكرين ومرحبا بكم. هذا في اطار خويتمات ديال السامبل. كاين الخاتم ديال الخميصه بالنسبه للاخوات اللي كانوا خدنا عندنا هذه السنيسه هذه ديال الخميصه، فان شاء الله الانصومبل ديالها راه موجود. فوالا دونك كيف كتشوفوا دابا هاد الخميسه، هذه هاد السلسله بالخميسه، فالثمن ديالها كيدير 1100 درهم اللي هي 22000 ريال، هذه 1100 درهم اللي هي 22000 ريال، وبالنسبه للخاتم كيدير 900 درهم اللي هي 18000 ريال. 900 درهم 1100 درهم 110 90 دونك هاد الخاتم هذا فهو خاتم اللي كيجي على شكل خميسه. بالنسبه للخميسه كيف كنقول لكم دائما، بالنسبه للخميسه راه ملي كدوز، الحمد لله اعتذر، ملي كدوزوا عندنا سيغ واتساب راه كنعطيوكم العبار ديال هاد الخميسه شحال فيها في الطول وفي العرض، حيت يقدر في اللايف كيف كنقول لكم دائما، حيت هاد النقطه كنبغي علاش كنعاود نقولها، حيت كاين بعض الاخوات اللي اول مره كيتفرجوا فينا خصهم يعرفوا شنو تنقولوا دائما. هاد البوندونتيف يقدر يبان لكم كبير في الصوره، مي هو راه بوندونتيف لي صغير، يعني ان شاء الله ملي كدوزوا عندنا سيغ واتساب راه كنصيفطوا لكم الطول ديالها، واش طويله قصيره شحال فيها 1 سنتيمتر 2 سنتيم، كذلك الخاتم كنعطيوك الديامتر ديالو وكل شيء. تبارك الله عليكم. دونك هادي 1100 درهم وهادي 900 درهم، بحال الطوطال ديالهم بجوج هادو كيطلعوا ب 2000 درهم، 2000 درهم اللي 40000 ريال السلسله والخاتم. حاولوا ان شاء الله ديروا لهم سكرين الا عجبوكم ان شاء الله باذن الله. هادي بالنسبه للسلسله ديال الخميصه والخاتم. عندنا الخاتم ديال الكلو، الخاتم ديال الكلو اللي هو هذا، ولي الثمن ديالو كيدير 4300 درهم، 4300 درهم اللي هي 86000 ريال، 4300 درهم ان بو بري 430 اللي هي 86000 ريال. فوالا خاتم اللي كيجي عامر تبارك الله في اليد، كيجي كله مسيغتي بالحجر، كيجي سامبل، دونك هذا كيدير الثمن ديالو 4300 درهم. خويا واش كتبيع الخميسه بوحدها بلا سنسله؟ وي خويا حدو، خويا دادو اعتذر، كنبيعو الخميسه بلا سنسله كاينه، ما كاينش مشكل، كدير 700 درهم. الخميسه بوحدها كدير 700 درهم. دونك بالنسبه لهذا الخاتم فالثمن ديالو 4300 درهم، 4300 درهم 430 86000 ريال. صراحة أحسن أونسومبل هو هذا مقابل السعر، بارك الله فيك لالا زهر تبارك الله عليك. بونجور بونجور أختي فردوس تبارك الله عليكم. آخر خاتم إن شاء الله ننتقل معكم الحلقات، الخاتم ديال الأناناس اللي هو هذا، ولي الثمن ديالو كيدير 2300 درهم اللي هي 46000 ريال. 2300 درهم الخاتم ديال الأناناس كيدير 2300 درهم اللي هي 140000 ريال، 2300 درهم ان بو بخي 230 هذا بصح صراحة كان كيدير 2200 درهم، من نظرا لواحد الزيادة ديال الدب اللي كانت مؤخرا تزادت فيه 100 درهم ولا ب 2300 درهم اللي هي 140000 ريال. عجبتني الخميسة تقدر تبعتها لي الجزائر. أركان أوبتيس للأسف، شكرا للأخت من الجزائر، كنديروا لا ليفغيزون غير داخل المغرب، يعني إلا كاين عندك شي حد من العائلة ديالك ولا شي حد من الزميلات ديالك في المغرب وهو كيجي عندك يقدر نصيفطوها له هو يجيبها لك، مي لا ليفغيزون غير داخل المغرب، ما كنديروهاش خارج المغرب. وشكرا وشكرا للتتبع ديالك مدام تبارك الله عليك. دونك هذه 2300 درهم اللي هي 46000 ريال، 230 2300 درهم. فوالا هذا بالنسبه للخويتمات، كيبان لي هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للخاتم. دابا غادي نوريكم ان شاء الله، ننتقل معكم للحلقات. بالنسبه للحلقات، الحلقات غادي ندوز لكم شي حاجه اللي شويه ثقيله، ولا بغيتوا شي حاجه خف من هذا الشيء فهي راه متواجده، غير انا هذا الشيء اللي موجد لكم ان شاء الله في اللايف. مي الا بغيتوا خف من هذا الشيء ولا شي حاجه اللي ناقصه في الثمن، دوزوا عندنا سي واتساب ونصيفطوا لكم ان شاء الله لي كوليكسيون كاملين، تديروا ليفغيزون والبيمون كيفاش ريما كريمه. دونك مزيان بالنسبه للبروسيدور، الناس اللي اول مره كيتبعونا فحنا مجوهرات اميره اللي كنتواجدوا في مدينه سطات، كنديروا لا ليفغيزون غراتويت في المغرب كامل من طنجه للكويره، يعني كنصيفطوا لكم بار بوست كتوصلك حتى لعندك، كتخلصي هو الاول عاد كيعطوك الامانه ديالك. بيان سور كتخلصي غير لارتيكل اللي كتكوني شريتي من عندنا، لا ليفغيزون سي غراتويت. قبل ما نصيفطوها لك راه كندير لك واحد لا فيديو عليها، تصوير عليها حتى كتقتنعي، كتصيفط لنا ديك الساعه السميه والكنيه والادريس والنيميرو التليفون والمدينه ديالك، وكنصيفطو لك حتى لعندك.
غير بالنسبه لهذه النقطه باش حيت الاخوات كاين اللي اول مره يتبعونا راه كتخلصي هو الاول في لابوست عاد كتعطيوك الامانه ديالك ماشي كتقول لي مثلا حيت كاين الاخوات اللي ما تيكونوش عارفين تيقول لك لا انا خصني تقلبها ونشوف واش داكشي كاين فيها ولا ما كاينش فيها الا كان عندك هذه النقطه ديال انك خص ضروري تقلبيها خلي حتى تجي عندنا المحل ديالنا ان شاء الله وديك الساعه مرحبا بك كنتي غادي توكل على الله ان شاء الله باذن الله كيف الاخوات كاملين الحمد لله والتعليقات ديال الناس فهي دليل على ان المصداقيه ديالنا وعلى الحمد لله مساله ديال الثقه تجاوزنا الحمد لله ديال مده سنه تقريبا والتعليقات ديال الناس في اللايف اولا في لي زافي في لاباج ديالنا ولا في انستغرام ولا في لي ريزو سوسيو كاملين فهي دليل اللي ممكن يخليك ان شاء الله تبني فيه الثقه ديالك علينا ان شاء الله باذن الله هذا هو اللي كاين بالنسبه للبروسيدور هذه المهم اي حاجه عجبتك ديري لي سكرين ودوزي عندي سي واتساب ما كاينش مشكل هذاك ديال الاناناسا كان غير ب 36 الف ريال نجات كاين الخفيف وكاين الثقيله مدام حنا كيف كنقول لكم دائما كاين شي حاجه خفيفه بغيتوها ما كنجيبوهاش صراحه الا غتضغط هذا شي حاجه اللي ثقيله كدير 2300 درهم ودائما باش تعرفوا المقارنه دوزوا عندنا سي واتساب كنصوروا لكم كندير لكم فيديو نصوروا لكم الخاتم نعطيكم الثمن ديالو ونعطيكم الميزان ديالو واخا هو كيتباع الموديل مي كنعطيكم ميزان باش نتوما كتقارنوا يعني ملي كتلقاي واحد 36 كتصوري شحال فيه من غرام وملي كتلقاي مجوهرات اميره ب 46 كتصوري شحال فيه من غرام وكتعرفي بانه الزياده فهي الزياده ديال الميزان ماشي الزياده ديال الفلوس تبارك الله عليكم دايريه دغيا كتجوف الواتساب في البلاصه بارك الله فيك لاله مريم الله يحفظك مدام شكرا لك الحمد لله كاين ان سيرفيس في واتساب ولا في ميسنجر ولا في انستغرام اللي ان شاء الله الا تعطلوا عليكم شويه لحقاش غاتيكم بعد مرات الضغط اما راه انفو يوصلوا لكم الميساج ديالكم يجاوبوكم نكملوا ان شاء الله في اطار الحلقات عندنا هذا الموديل ديال الحلقات هادو واللي الثمن ديالهم كيدير 1400 درهم اللي هي 28000 ريال هادو 1400 درهم 1400 درهم اللي هي 28000 ريال 140 اورو 1400 درهم اللي هي 28000 ريال دونك هادو 140 اورو اللي هي 28000 ريال الحلقات اللي كيجيو استعماليين ديال الاستعمال اليومي كيجيو مسيرتين بالحجر وفيهم هاد الحجيرات بالاحمر والخضر كيعطي واحد اللمعان زوين فوالا ديال 36000 في جوج اناناسات هذا كبير اكيد فوالا الا كان في جوج اناناسات هذاك هو الثمن ديالو تقريبا حنا كنبيعوهم ب 1600 درهم 32000 ريال مي بالنسبه ديال ثلاثه الاناناسات كيدير 2300 درهم نكمل معكم ان شاء الله الحلقات الفان كليف بالنسبه للفان كليف الكبيره الحلقات ديال الفان كليف الكبيره فهي هذه فالثمن ديالها كيدير 3000 درهم هاد الحلقات كيديروا 3000 درهم ديال الفان كليف كيف كتشوفوا كيجيو مخدومين بهذا الشكل هذا بالسداده من اللور كيجيو مساغتين بالحجر من الجناب هادو ديال ناكر فان كليف كيدير الثمن ديالهم 3000 درهم 300 اورو شكرا على التوضيح بخصوص خاتم الاناناس ما كاينش مشكل لان نجات جيا فهذا واجب ديالنا بالعكس ما كاينش مشكل دنيا انا نعيط عليه تقرا قدامنا تنجاوبوه وباش هكذا ان شاء الله الصوره توضح اكثر وفقكم المولى عز وجل لما يحب ويرضى اللهم امين الا بديعه بارك الله فيك وشكرا على التعليق دونك هذا 3000 درهم 300 اورو 60000 ريال هادو حلقات ديال فان كليف فوالا بالتوفيق اللهم امين موديل ديال الخاتم اناناس ديال جوج ديال شحال داير 1600 درهم ديال جوج كيدير 1600 درهم شحال الخاتم ديال الطوسه الخاتم ديال الطوسه ما عرفتش واش باقي عندنا مي نورمالمون كيدير شي 1400 درهم 1400 درهم فوالا في اطار الحلقات عندي لكم هاد الحلقات ديال الورده اليوم هادو شنو الموضوع ديال هاد اللايف من بالنسبه الاخت بالنسبه لللايف ديالنا حنا مجوهرات اميره الاختصاص ديالنا بيع الذهب كنديروا لا ليفغيزون بارتو في المغرب كامل يعني الموضوع ديال هذا اللايف هو اننا كنبريزونطيو لكم السلعه كنعرفوكم علينا باش هكذا ان شاء الله لكتي انتريسي بشي ارتيكل عندنا يكفي انك ديري ليها سكرين وكدوزي عندنا وكنصيفطو لك حتى لعندك وكتشاركي معنا في لي طومبوله اللي كنديرو كل شهر وان شاء الله الطومبوله ديال هذا الشهر ان شاء الله باذن الله بلوتو ديال هذا التريميستر كامل ديال 3 شهور كامل فهي عباره عن سفر للديار المقدسه ان شاء الله باذن الله اولا لتركيا باذن الله فالسونداج غيكون بعد اللايف نتوما اللي غتختاروا ديك الساعه غادي نقرروا فوالا دونك هادو كيدير الثمن ديالهم 700 درهم اللي هي 14000 ريال 700 درهم 70 اورو 700 درهم اللي هي 14000 ريال حلقات ديال الورده هادو حلقات ديال الورده اللي كيجيو هابطين كيجيو على شكل سنيسله كيجيو هابطين من اللور كتدخل هادي وكتجي هابطه في لودينا كتهبطي هذيك الساعه كتبقى الوريده بهذا الشكل دونك هادو الثمن ديالهم كيدير 700 درهم اللي هي 14000 ريال شحال داير الذهب الجرام الله يجازيك لا اسيه بالنسبه حاليا الذهب ما بين 390 درهم 385 درهم الجرام عافاك يمكن لك توريني السنيسلات اختي عالمي صراحه السنيسلات دوزتهم في الاول ديال اللايف مي باقي شي حاجه غادي نعاود ندوزها ان شاء الله دابا شي حلقه ديال الجاكوار عافاك اوكي ان شاء الله غادي نحاول ندوز لكم داكشي اللي موجود سينون ديك الساعه اللي ما قدرتش ندوزها لكم دوزو عندي سو واتساب فوالا ما
بالنسبه في اطار الحلقات، اطار الحلقات باقي عندي جوج موديلات اللي هما هادو. كاين عندنا هذا الموديل، هادو شي حاجه اللي ثقيله في الثمن، واللي الثمن ديالها كيدير شي 4500 درهم اللي هي 90000 ريال، 4500 درهم 450 يورو اللي هي 90000 ريال. هاد الحلقات كيجيو ثقالين، كيجيو كلهم عامرين بالحجر، كيجيو مضوبلين من الجناب فيهم الحجر من القدام كذلك من اللور، باش تشوفوهم تقريبا اكثر وضوح. هاد الحلقات هادو شي حاجه اللي تري غافيني واللي كيجيو ثقالين. هادو الثمن ديالو كيدير شي 4500 درهم اللي هي 90000 ريال، يعني ا بو بري 450 يورو. شي انصومبل رومي عافاك اختي رجيت زياد، انا غادي ان شاء الله نوصل الانصومبلات وندوزهم لكم كاملين. خديت دومي براسي اناناس رائع تبارك الله عليكم، بارك الله فيك لاله حنان حنونه، الله يدخلوا عليك لاله بالصحه والسلامه ان شاء الله، شكرا لك. دونك فوالا بالنسبه للهدف الثمن ديالو كيدير 4500 درهم اللي هي 90000 ريال. وحد سعيد لك اختي حنان ان شاء الله في الطومبوله، ان شاء الله حد سعيد لك ان شاء الله في الطومبوله ديال العمره باذن الله، او السفر لتركيا باذن الله. لو سونداج غادي يكون اليوم، نتمنى انكم كلكم تفوتيو باش نقرروا ديك الساعه واش نديروا لكم سفر لتركيا او للديار المقدسه، لكم الاختيار ان شاء الله. دونك بالنسبه لهاد الحلقات ف 4500 درهم اللي هي 90000 ريال، 4500 درهم. دونك كاين عندنا موديل اخر ديال الحلقات، شي حاجه زوينه ورائعه اللي هي هادي. هادو كيدير الثمن ديالهم 3300 درهم اللي هي 66000 ريال، 3300 درهم ان بو بري 330 يورو اللي هي 66000 ريال. حلقات اللي كيجيو هابطين على شكل سلسله، كيجيو فيهم هاد البوندونتي في هابط فيهم حجيره الوسط، كيجيو روميين وزوينين. دونك هادو الثمن ديالهم كيدير 3300 درهم اللي ان بو بري 330 يورو 66000 ريال، 3300 درهم. حلقات اناناس واش كاينين؟ وي اختي حنان كاينين، خويا الكورميطات ديال اليدين يكونوا سامبل ان شاء الله، غادي نوريكم الكورميطات ديال اليدين ما كاينش مشكل، خليك معنا ان شاء الله. دونك بالنسبه لهادو ديروا لهم السكرين اللي عجبكم، فالثمن ديالهم 3300 درهم. دونك هادو اخر حلقات، دابا غادي نوريكم ان شاء الله السنيسلات اللي بقاو. فوالا السنسله ديال الخميسه هادي كانت روبسيغ اون ستوك اللي كيدير الثمن ديالها 850 درهم اللي هي 17000 ريال، بادي اب بي ام اللهم امين، شكرا لك. كذلك سانت هي شكرا لك بالمت ان شاء الله، شكرا لك لاله بديعه بارك الله فيك لاله خطي. خويا قادو لينا الوقت كان كندا عندنا 7 ديال الصباح. اختي لينا تازي مرحبا بك، راك هو اصلا اللي كيسالي ان شاء الله اللايف، حنا كنخليوه مسجل ان شاء الله الجاليه هكذا، الناس اللي في امريكا ولا في كندا اللي كيبغيو يتفرجوا وتيكون الفرق ديال الوقت، كنخليو لكم ان شاء الله مسجل، وراه اون فوا كتدخلوا ان شاء الله راه غيطلع لكم اللايف هو الاول. دونك فوالا هذه كدير 850 درهم، هذه سلسله رقيقه كيف كتشوفوا، فهي سلسله رقيقه ديال النيلو بالبوندونتيف ديال الخميسه اللي كيجي مغلف بالذهب كيف كتشوفوا، ويمكن لك يعني تلبسي. دابا هادو ماشي بحال الاخرين اللي كنبيعو ب 550، هذه فيها بوندونتيف بوحده والسلسله بوحده، يعني ماشي السلسله لاصق فيها البوندونتيف، يمكن لك تحيدي السلسله يمكن لك تحيدي البوندونتيف ما كاينش مشكل. فوالا دونك بالنسبه لهذه فالثمن ديالها كيدير 850 درهم اللي هي 17000 ريال، 850 درهم 85 يورو 17000 ريال. ديروا لي ان شاء الله السكرين اللي عجبتكم ودوزوا عندنا سيغ واتساب. فوالا في اطار السنيسلات كاين موديل اخر ديال القشيوشات اللي هو هذا، عندنا هذا الموديل اللي كيدير الثمن ديالو 1700 درهم اللي هي 34000 ريال، 1700 درهم 170 يورو 34000 ريال، 1700 درهم 1700 درهم اللي هي 34000 ريال، 170 يورو 1700 درهم. دونك فوالا بالنسبه لهذه السلسله فهي سلسله ديال الشوبار اللي كتجي غليظه شويه، فيها هاد لي موتيف على شكل ديكارو كيجيو رائعين، والثمن ديالها كيدير 1700 درهم اللي هي 34000 ريال. الله يجازيك بالخير خويا اخي، بارك الله فيك على الاسياء ما كاين حتى شي مشكل. بغيت هاد السلسله مرحبا خويا الحمداوي، ان شاء الله دوز عندي سو واتساب او لو سيو ميسنجر ما كاينش مشكل. دونك بالنسبه للثمن ديال هادي 1700 درهم، والا بغيتو اكبر منها حتى هي راه كاينه فوالا، الا هي هادي الكبيره ديالها كدير 2200 درهم، غنحطهم حدا بعضياتهم باش يبان لكم الفرق. فالسلسله راه بحال بحال، الفرق فين كاين؟ كاين غير في لي بوندونتيف كيف كتشوفوا، الفرق اللي كاين فهو كاين في لي بوندونتيف، كاين اللي كيبغي لي بوندونتيف صغار اللي هما ماشي صغار صغار مويان كدير 1700 درهم ل 34000 ريال، وكاين اللي كيبغي لي بوندونتيف يكونوا كبار كدير 2200 درهم ل 44000 ريال، يعني ان بو بري 220 يورو، وهذه 170 يورو 1700 درهم
2200 درهم 44000 ريال 34000 ريال فوالا. حاولوا ان شاء الله لازمكم ديروا لي السكرين ومرحبا اخويا. واش الحلقات اللي فيهم العوينه واش صح؟ وشكرا اختي فاتي. ما عرفتش ان حلقات اللي فيهم العوينه ما دوزت حتى شي حلقه فيهم العوينه باش نعطيك النصيحه صراحه. الا كان شي موديل اللي يعني ما عندناش بغيتي تصورينا عليه صوري علينا ما كاينش مشكل. خاتم 3 دي اختي يسرى موجودين. خواتم ديال 3 دي راه موجودين فوالا. بالنسبه للسلسله ديال الكافيه هي هادي واللي الثمن ديالها كيدير 2000 درهم فوالا. السلسله كافي اللي هي هادي واللي الثمن ديالها كيدير 2000 درهم يعني 2000 درهم ان بو بري 200 يورو تقريبا اللي هي كدير 40000 ريال. هادي السلسله اللي كيجيو فيها جوج ديال لي كوت هنا في جناب كتجي رائعه وزوينه وفيها هاد الكافي اللي كتجي قاصحه وصحيحه. دونك بالنسبه لهادي فهي كدير 2000 درهم يعني 2000 درهم وهاد الكافي راه هي كتكون صغيره راه ماشي كتكون كبيره كتجي صغيره في الشكل ديالها يعني ديال الاستعمال اليومي فوالا. هادو كيديروا 2000 درهم اللي هي 40000 ريال 200 يورو تقريبا 2000 درهم. حنيفه واش دابت 18؟ ويلا لا حنيفه دابت 18 المغرب كامل فيه داب واحد اللي هو عيار واحد دابت 18 كاره راه عاد دوزتيهم طوال. الا كنتي كدوي على هادو فهما صحاح اكيد راه الثمن ديالهم يدل عليهم. الا دويتي على هادو فهما صحاح مي ان شاء الله لعجبوك حاولوا دوز عندنا سيغ واتساب يديروا لك فيديو عليهم ويعطيوك الطول ديال هاد البوندونتي فشحال فيه باش هكذا اللي عاود يبان لك في اللايف بانهم كبار بزاف ولا شي حاجه وهما راه متوسطين يديروا لك فيديو عليهم يعطيوك تقريبا الطول ديال السلسله شحال ديال الحلقه شحال السداده ديالهم راه كيتسدوا بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفي. غير هما من ناحيه الصح راهم صحاحين غير كوني هاني من هذه الناحيه علاش حيت فيهم سلسله قاصحه وصحيحه وهاد هاد لي بوندونتي في هادو كيف كنورك عليهم بجهدي راهم قاصحين فوالا كيف كتشوفها كنورك بجهدي فهما قاصحين ما تخافيش منهم. عندو 3300 درهم يعني ان بو بخي 330 يورو 66000 ريال. كاين عندي السلسله ديال الكارتي السلسله ديال الكارتي مسيغتي بالحجر اللي هي هادي واللي الثمن ديالها كيدير 1300 درهم اللي هي هادي. هادي السلسله ديال الكارتي كدير 130 يورو 1300 درهم. بالنسبه لهاد البوندونتيف ديال الكاري كيف كتشوفوا فهو بوندونتيف لي صغير راه ماشي متوسط وماشي كبير هادو كيكون صغير يعني كيجي ديال الاستعمال اليومي ديال ديما. بالنسبه لهادي كدير 1300 درهم يعني ان بو بري 130 يورو اللي هي 26000 ريال. كتكون فيها السلسله رقيقه ديال النيلو بالبوندونتيف في كارتي وفي حجيره بيضاء فهما كيجيو رائعين عن بعد كيفاش كتبان يعني هادي شي سلسله اللي هي ديال ديما. سلام خي ممكن توريني دي موديل غورميت خريشات في حدود 2000 درهم؟ اسراء مرحبا بك اختي اسراء. انا غادي نحاول ان شاء الله نوريك لي موديل كاملين غير خليك معايا ان شاء الله. انا غادي نوصل للغورميطات ونوريهم لك. دونك هادي 1300 درهم لي ان بو بري 130 يورو 26000 ريال 1300 درهم. الى عجبتكم ديروا لها سكرين ومرحبا فوالا. ديروا لها ان شاء الله سكرين ومرحبا. دونك اخر سلسله وغنتقل معكم للكورميطات والبراسليات ان شاء الله اللي هما هادو. هادي اخر سلسله ان شاء الله اللي هي هادي واللي الثمن ديالها كيدير 3600 درهم اللي هي 72000 ريال فوالا. هادو كيديروا 3600 درهم غير حنا كيف كنقولوا لكم دائما باننا ما كنجيبوش لي بيس اللي تيكونوا خفاف. هاد لي بوندونتيف اللي هما قاصحين وصحاح يعني ماشي دوك اللي كيضغطوا ولا اللي كيتبون باب هما دي بوندونتيف اللي صحاحين ورائعين. هادو كيديروا 3600 درهم 72000 ريال 3600 درهم فهي كتجي السلسله واعره يعني كتجي فيها السلسله ديال الشوبار خليضه وصحيحه وكيكون فيها القشيوشات كيعطيو هذا المنظر زوين ورائع. والا بغيتي حتى الكورميطات ديالهم حتى هما راه موجودين يعني حتى الا بغيتي الكورميط ديالها راه موجوده. سلام عافاك السلسله غير بوندونتيف شحال؟ عافاك السلسله غير بوندونتيف شحال؟ دوزي عندي سيغ واتساب مدام سكينه وما كاين حتى شي مشكل صراحه ما عنديش الثمن ديالها بوحدها. طوب طوب هاد السلسله تبارك الله عليك. دونك فوالا 3600 درهم 3600 درهم 72000 ريال ديروا اليوم سكرين. غيتا ادم فين كاين المحل؟ حنا في مدينه سطات اختي غيتا حنا مجاوره امريكا كنتواجدوا في مدينه سطات بزنا قد ديبيو في قيصريه الشاويه كنديروا لا ليفريزون بارتو في المغرب كامل. شحال مره طلبتك على السلسله تاع قفل وما وريتيهاش ليا ولا السلسله تاع الساروت؟ اختي كريمه يلا قريت الميساج ديالك هذه اول حاجه شكرا لك. وديال القفل صراحه ما عندناش مي ديال الساروت كاين عندنا واحد الموديل اللي هو هذا. بالنسبه لديال الساروت عندنا دو موديل فوالا انا ملي قريت الميساج ديالك كنجاوبك. عندنا هذا الموديل الفوقاني كيدير 2700 درهم
وعندنا هذا الموديل التحتاني كيدير 2300 درهم. هذه 2700 درهم اللي هي 54000 ريال 2700 درهم 270 يورو، وهذه 2300 درهم اللي هي 140000 ريال 2300 درهم. فين كاين المحل اخويا؟ دونك حاولوا ان شاء الله ديروا السكرين هذه اللي عجبتكم ومرحبا. هي هذا ماشي خذ راحتك. دونك اخواتي اللي اول مره كتفرجوا في هذا اللايف، بغيت نقول لهم معكم يوسف من مزاوره اميره، الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب. كنديروا لا ليفريزون بارتو في المغرب كامل من طنجه للقويه. اي حاجه عجبتك يكفي انك دير ليها السكرين ودوز عندنا سي واتساب. بالنسبه للطومبوله اللي كاينه هاد التريمستر ان شاء الله، فهي طومبوله عباره عن سفر ان شاء الله سواء لتركيا سواء الديار المقدسه باذن الله. غنديروا السونداج اليوم وغنعنوا ان شاء الله على الوجهه واش غادي تكون العمره او لتركيا. حاولوا ان شاء الله انكم كلكم تشاركوا في لو تيراج في السونداج، فوتيو كاملين باش ان شاء الله الناس اللي غيكونوا كيتقداو عندنا ابتداء من 300 درهم غيكونوا كيشاركوا معنا في هاد الطومبوله ان شاء الله باذن الله. دونك حد سعيد لكم جميعا. وبالنسبه للناس اللي كيبارطاجيو حتى هما ما نسيناهمش، درنا اليوم هاد لامونت اوريجينال ديال غيس كوليكشن اللي هي هذه، غادا تكون ان شاء الله من نصيب وحده فيكم اللي كدير بارطاجي، وغيكون لايف اللي فيه اعلى نسبه ديال المشاهده في طيله هاد 3 شهور هو اللي غناخذو منه ان شاء الله، اللي غتكون بارطاجات اكثر عدد ديال لي جروب. تبارك الله عليكم وبارك الله فيك. ساروت بوحدو امنيه دوزي عندي سوغ واتساب، الا كنتي كدوي على هذا هو اللي ممكن يتباع بوحدو. مي هذا راه كيجي لاصق في السنسله، هذا اللي تحتاني كيجي لاصق في السنسله، مازال هذا يمكن له يتباع بوحدو تقريبا كيدير شي، نعطيك غير ثمن تقريبي ما بين 1600 درهم 1700 درهم. شكرا خويا تبارك الله عليك، ما كاينش مشكل اختي غيتا ادم مرحبا بك. واش ذهب وي اختي خديجه ذهب. ما تنساوش انكم تابوناو معنا في لاباج باش يوصلكم دائما الجديد. دابا غادي ننتقل معكم لي غورميت. دونك فوالا اخوات الاسبوع على الغورميطات، انا غادي نبدا معكم لي غورميت. كاين عندنا هاد الغورميط هادي ديال البنانة اللي كيدير الثمن ديالها 1400 درهم اللي هي 28000 ريال. هادي كدير 1400 درهم اللي هي 28000 ريال. عمره ان شاء الله ان شاء الله، هادي كيتمنى كل واحد ان شاء الله، علاش لا هادي كي اول شيء. المهم حنا الحمد لله اللي فوتيتو غيكون داكشي على مباشر، الا فوتيتو على العمره غنديروا العمره، فوتيتو على تركيا غنديروا لكم تركيا، ما كاينش مشكل. ان شاء الله لو تيغاج ديالها غادي يكون ان شاء الله في رمضان باش تجي ان شاء الله السفريه مع الصيف. بونجور واش كاين اونسومبل غورميت وخاتم موجود اختي لونا. دونك فوالا نكمل معكم ان شاء الله لي غورميت. عندنا هاد غورميت اللي الثمن ديالها كيدير 1400 درهم اللي هي 28000 ريال. هاد غورميت فهي كتكون على شكل سلسله رقيقه وكتجي مسيغتها كلها بالحجر، يعني ان بو بخي 140 يورو اللي هي 28000 ريال. بحال دابا نحاول نوريكم ان شاء الله غير الغورميطات اللي ناقصين في الثمن، وإلا بغيتو أكثر ولا الناس اللي انتيغيسي بدوطخ يعني موديل اللي تيكونوا شويه زايدين في الثمن 5000 6000 7000 درهم، يدوزو عندنا سيغ واتساب ونعطيهم لي موديل. فوالا كاين عندنا الغورميط أخرى اللي هي هادي، هاد الغورميط ديال القشيوشات ديال الريالات اللي الثمن ديالها كيدير 900 درهم، اللي هي هادي كدير الثمن ديالها 900 درهم. هادي السنسله يعني بالنسبة للأخوات اللي تيبغيو كادوات وداكشي، فهاد السنسلات كيجيو يعني رائعين من ناحيه الصح فهما صحاح وكيجيو فيهم الريالات، وكذلك حتى الثمن ديالهم ثمن جد مناسب. دونك هذه 900 درهم اللي هي 18000 ريال 900 درهم 90 يورو. حاولوا اي حاجه ان شاء الله عجبتكم انكم ديروا ليها سكرين، اي حاجه عجبتكم ديروا ليها سكرين باش هكذا ان شاء الله ملي دوزوا عندنا سي واتساب اولا تجيو عندنا المحل ديالنا، حيت كاين بعض الاخوات كيجيو عندنا بعض المرات المحل تيقول واحد السلسله دوزتي ولا واحد غورمي دوزتي 900 درهم، وحنا كان يعني تقريبا وصلنا دابا ل 140 لايف طيله هذه السنتين. كيقدروا يكون تفرج في واحد اللايف اللي هو قديم، كنقول له ودي دائما اي واحد بغات تجي فيه منكم ان شاء الله عندنا المحل وبغات شي ارتيكل، اولا تسولنا عليها قبل سيغ واتساب واش باقا ديسبونيبل اولا لا، وثاني حاجه تجيب معاها يعني السكرين ديال اي ارتيكل، تجيب معاها التصويره باش هكذا نعرفوا اسم الموديل، حيت لي موديل عندنا تبارك الله كثير، وكل مره تيكون موديل ونقدر مثلا 900 درهم راه ما كتكونش غير موديل واحد 900، يقدر يكون واحد 10 الموديلات ب 900 درهم، هادشي علاش بعض المرات كيشكل لنا اشكال. عافاك حلقه ديال بنات الصغار، اختي فاتي موجودين ان شاء الله موجودين. المهم اللي قدرت نجاوبها مرحبا، اللي ما قدرتش نجاوبها الله يخليكم دوز عندنا في السيرفيس ديال الواتساب، راه كاينين البلاد ان شاء الله راه يجاوبوكم على كل شيء اللي بغيتو. دونك هذه 900 درهم اللي هي 18000 ريال. عندنا هاد الموديل هادو ديال هاد الكورميطات الرائعين، يا سلام هادو اللي كنبيعو فيهم على طيله السنه، هادو كنبيعهم على طيله السنه، يعني شي حاجه اللي ما فيها لا حجر لا والو، واللي كيجيو ناقصين في الثمن يعني كيمشيو يعني كون كادو، ومن دونك اللي كيبغيهم لراسو غير هما اللي زوين فيهم انهم صحاح. هاد السنيس هاد الكورميطات هادو الثمن ديالهم كيدير 800 درهم اللي هي 16000 ريال. راك منور ان شاء الله، الله يعطيك الصحه قلا اللي في حالك، الله يعطينا شي شروق شروق. رحيم تحيه لك.
الله يجيب لك اللي ناوي في خاطرك ان شاء الله، وما احسن من اللي انت ناويه ان شاء الله باذن الله. الله يحفظك اختي سروق، شكرا على التعليق اولا. ثانيا الله يكمل عليكم بالخير جميعا ان شاء الله، والله يسهل عليكم كاملين. المهم كنبغي نشكرك على التعليق ديالك، تحيه لك والله يفرح جميع بنات المسلمين اجمعين ان شاء الله فين ما كانوا. ميعواج ديال غورمير، الا كنتي كدوي على هذا الموديل هذا انا غادي نوصفو لكم. بالنسبه لهذا الموديل فالخميسه ديالو كتبومبي كيف كتشوف، فوالا هادو راه كتبومبي، والثمن ديالها كيدير 800 درهم اللي هي 16000 ريال. فوالا سك دونك كان ضمن انستغرام تقطع واقيلا اللايف ما تشوفش. فوالا فكي سنتامي فوالا. دونك بالنسبه للانستغرام حيت داز الساعه صلى اللايف فيها، نكملوا ان شاء الله في لاباج ديالنا. بالنسبه لهاد كيف قلت لكم، بالنسبه لهاد الكورنيطات هادو فالثمن ديالهم كيدير 800 درهم اللي هي 16000 ريال، 800 درهم اللي هي 16000 ريال. وبالنسبه للخميسه ديالهم راه كتكون كتبومبي، يعني ما كتكونش شي حاجه اللي قاصها. فوالا بالنسبه للدياموندا قاصها، بالنسبه لهاد الدياموندا هادي ما تخافوش منها فهي قاصها وزوينه، وكذلك السلسله ديالها صحيحه. دونك فوالا هادي كدير 800 درهم اللي هي 800 درهم 16000 ريال 80 اورو تقريبا. ممكن تبقى تقول لنا الطول ديال السناسل والكورميط اختي فاطمه؟ مرحبا بك. بالنسبه للطول ديال السناسل والكورميط والله الا هاد الخدمه راه كاينه عندنا في السيرفيس واتساب، يعني اي حاجه عجبتك غير دوز عندي سو واتساب، يعني اون ديريكت ما نقدرش ندوز لي ديتاي كاملين. ماريمار الزهور اللي صوبتي ليا صدق صحيح، الله يعطيك الصحة، اللهم امين، الله يحفظك والله يسهل عليك، وشكرا على التعليق ديالك وبالصحة والراحة ان شاء الله، الله يدخلوا عليك بالصحة والسلامة لاله ماريمار، بارك الله فيك. شكرا الاخوات كاملين اللي تعلقوا على السلعة ديالنا. فوالا دونك هذه كدير 800 درهم اللي هي 16000 ريال، هذه حتى اللي بغيتوا السلسلة ديالها موجودة، بغيتوا الحلقات، بغيتوا الكورميط اللي بغيتوا موجود، ما كاينش مشكل. عندي لكم دومي براسلي، دومي براسلي ديال الاناناس اللي هو هذا، الدومي براسلي ديال الاناناس اللي هو هذا، واللي الثمن ديالو كيدير 3600 درهم، 3600 درهم اللي 72000 ريال، 3600 درهم 360 اورو اللي هي 72000 ريال، 3600 درهم 360 اورو اللي هي 72000 ريال. هذا كيجي على هذا الشكل، على شكل دومي براسلي، في غورمي وفي اناناس من الفوق، فالثمن ديالو كيدير 3600 درهم اللي هي 72000 ريال. عفاك الخاتم ديال الكلو شحال ديال الايكرو، خاتم ديال الايكرو خويا عادي ما عرفتش اسم الخاتم ديال الايكرو، ما عرفتوش ما دوزتش الصراحه شي خاتم دابا، ما الا عندك شي موديل بغيتي تعرف غير دوزو لي سو واتساب ما كاينش مشكل. دونك بالنسبه لدومي براسلي ديال اناناس بغورميت اللي هو هذا، اللي الثمن ديالو كيدير 3600 درهم 72000 ريال 360 اورو. ماريا ماري السلام يوسف بارك كيدير السي يوسف بارك، اللهم امين، بارك الله في اختي ماريا، شكرا لك تبارك الله عليك. دونك ماريا ماري راك متبعانا دائما، ما تنسيش انك تبارطاجي باش تشاركي معنا في الطومبوله ديال هاد 3 شهور ان شاء الله باذن الله، اللي كيف قلت في الاول. نكمل معكم في اطار الكورميطات ديال الليد. بيان سور مدام وقت جبتها عندنا قول لها الله يدي. هاد المره ان شاء الله مديرين عمره ولا تركيا، اليوم غنديرو السونداج ان شاء الله، اللي غيكون السونداج غنختاروا يا اما تركيا راه عمره ان شاء الله. اي واحد سايت فوالا. دونك هذه كدير 2600 درهم اللي هي 52000 ريال، هذه 2600 درهم 52000 ريال 2600 درهم، فهي غورميت ديال غافينيتي اللي كتجي رائعه وزوينه. هذه غورميت ديال غافينيتي كيدير الثمن ديالها 2600 درهم، وحتى الا بغيتو اونسومبل ديالها فهو موجود عندنا، كدير 260 اورو 2600 درهم 2600 درهم. هذا في اطار الكورميطات عندنا الكورميط ديال البنانه اللي هي هذه، اللي الثمن ديالها كيدير 2300 درهم 46000 ريال 2300 درهم 230 اورو. وريني كورميط الخريشه صحيحه. وي اختي فاتحه انا غادي نوريك الكورميط ديال الخريشات بيان سور لي صحاح. بالتوفيق خويا، السلعه عندكم زوينه خويا احمد. احمد شكرا لك، شكرا لخويا احمد بارك الله فيك. دونك فوالا بالنسبه لهذا الكورميط 2300 درهم 2300 درهم 230 اورو 46000 ريال، 46000 ريال اللي هي 230 اورو تقريبا 2300 درهم. هادي غورميت ديال البنانة، وإلا بغيتو الأونسومبل كامل الكولي كامل، يعني الكبير ماشي الصغير، الكولي كامل الكبير بالحلقات كبار بالخاتم بالغورميت كيدير 11000 درهم اللي هي 1,020,000 ريال. تدير هذاك الكولي معاك ديال البنانة كثير لا غيتسيزاو كلهم هادوك. فوالا
الكولي الكبير ديال البنانة هو هذا، هذا هو الكولي الكبير ديال البنانة ان شاء الله اللي كيدير الثمن ديالو 11000 درهم اللي هي 1.20 مليون. فيه كولي كبير، فيه غورميت كبيره ديال 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 البنانة، الحلقات كذلك حتى هما كبار، والخاتم فالثمن ديالو كيدير 1.20 مليون ريال، 11000 درهم، 1100 يورو، 11000 درهم. خويا فين كاين عندكم المحل؟ خويا ايوب حنا في مدينه سطات في زنقه الذهبيه وكذلك في قصريه الشاويه. نكمل معكم في اطار الغورميطات، الغورميطات ديال اليد ديال ليبول. عندنا هذا الموديل اللي كيجي ملتي كولور اللي هو هذا، كيجي فيه اللوينات كاملين، كيدير الثمن ديالها 2300 درهم. هادو تاع ليبول الكبار كتجي رائعه وزوينه، كدير 2300 درهم اللي هي 46000 ريال، 2300 درهم، 230 براسي بالخاتم. اوكي اختي نرجس، بون شونس، بون بريزونطاسيون، ميرسي بيان لاختك جاردان روزيس، شكرا. لوبنا العزوينا بارك الله فيك، لاختك لوبنا شكرا لك. دونك فوالا، هادي 2300 درهم، 46000 ريال، 230 يورو، 2300 درهم. سوا بغيتو وحده اللي فيها اللوان بثلاثه، كاين الاخوات اللي كيبغيو كل وحده فيها اللون، يعني وحده كلها صفراء، وحده كلها بيضاء، وحده كلها حمراء. فوالا كاينه هذه اللي كلها صفراء، هذه كلها بيضاء، هذه كلها حمراء، اللي كدير كل وحده حتى هي 2300 درهم. دابا هذه الربحه بغيت السيوس، انا من متبعين سنوات، هذه احسن كادو اللي الله يوفقكم، مبروك عليه، بارك الله فيك لاله ماريا ماري. هذه كيف كتوعدتكم بانه مع السنه الجديده ان شاء الله ندير لكم طومبولا اللي قد المقام ديالكم اكيد، واللي غيستافد منها ان شاء الله كلشي، الناس اللي غيشريو من عندنا والناس اللي يشريو عندنا ابتداء من 1 جونفي باذن الله. خويا اللي بغى يدفع لكم شويه بشويه واش ممكن؟ اختي هبه كنعتذر منك، للاسف لا، ما كنديروش مصارفه للاسف. فوالا نكمل معكم ان شاء الله. وبالنسبه لهاد الطومبوله اكيد فهي خاصه بالناس اللي كيخلصوا اسبيس. فوالا صح نور. دونك هادي 2300 درهم الوحده اللي هي 46000 ريال، 2300 درهم، 230 يورو، 46000 ريال الوحده. وإلا بغيتوا وحده فيها اللوان كاملين فهي كاينه، وإلا بغيتوا الحمراء والبيضاء والصفراء راه كلشي موجود. شنو كاين تما؟ شنو كاين؟ من عندنا ولا من عندها؟ سامارش، سينو ما كاينش. الأخ كريم دوزها في قيصاري في محل آخر، دوزها في تي بي، شوف كريم تي بي واش سامارش. هانتي بخير، صافا عليك، بارك الله فيك يا اختي، الحمد لله الله يسلمك، بارك الله فيك يا خالتي، الله يحفظك، لاباس عليهم؟ كريم لاباس، الله يحفظك، شتي بخير، بارك الله فيك، الله يحفظك. أو نيس كريم زيك من هكا عندي لايف. جاردان بور ترونسبور في غابة، وي لا لا جاردان بالنسبة لا ليفغيزون راه سي غراتويت في المغرب كامل، يعني فيما كنتو من طنجة للكويرة لا ليفغيزون كنديروها سي غراتويت باغ بوست أمانة، يعني كتوصلك الأمانة حتى لعندك، كتخلصي هو الأول عاد كيعطوك الأمانة ديالك. نكمل معاكم إن شاء الله، دابا غنتقل معاكم للأونسومبلات. فوالا بالنسبة للأونسومبلات عندي هاد الأونسومبل ديال البنانة اللي هو هذا، واللي الثمن ديالو كيدير 2450 درهم، اللي هي 49000 ريال، 2450 درهم، 245 يورو. فيه خاتم، حلقات، والسلسلة بالبوندونتيف. دونك هذه كدير 2450 درهم، 49000 ريال، 2450 درهم أونسومبل كامل. حاولوا إلا عجبكم إن شاء الله ديروا لي سكرين. وإلا بغيتوا حتى بالكورميط يمكن لكم تزيدوا الكورميط. المهم هذا الثمن اللي عطيتكم فهو ديال هذا الأونسومبل كيف كتشوفوا في التصويرة، يعني فيه حلقات، فيه خاتم، وفيه السلسلة بالبوندونتيف ديالها. 245 يورو، 2450 درهم، اللي هي 49000 ريال. دونك هذا الانسومبل الاول اللي دوزت لكم اليوم. ننتقل معكم الانسومبلات اخرين، انسومبلات اخرين عندي ديال بالبغاصلي. عندنا هذا الموديل ديال كارتي، عندنا هذا الموديل ديال كارتي اللي الثمن ديالو كيدير 9000 درهم، اللي هي 180000 ريال. انسومبل ديال كارتي كيدير 9000 درهم، اللي هي 180 ان بو بري 900 يورو، 9000 درهم، فيه براسلي، خاتم، حلقات، سلسله رقيقه ديال النيلو بالبوندونتيف. دونك هذا كيدير 180000 ريال. الى عجبكم حتى هو ديال الكارتي ما كاينش مشكل، ديروا ليه السكرين. المهم اي حاجه عجبتكم ان شاء الله يكفي غير انكم ديروا ليها السكرين. فوالا هذا بالنسبه للانسوم بالبراسلي ديال الكارتي. المهم اي حاجه كنحاول ندوزها الاخوات، ما تنساوش انكم ديروا ليها بارطا، ديروا ليها السكرين اللي عجبتكم. عندنا الانسوم الثالث هذا ديال الحجيره خضراء اللي هو هذا، ذهب حقيقي. كيلا جاتني شي حاجه ما لقاش فيها مشكل، شعاع الامل. مرحبا بك، الله يودي، الله يودي لاله مدام. مزورات امينه الحمد لله فهي غنيه عن تعريف، الاخوات كاملين يعني كاين التعليقات ديالنا اللي كيشريو عندنا في لي زافي ديال في لاباج ديالنا. دابا راه اون ديريكت، يعني راه في اللايف كاين بعض الاخوات نتمنى انهم يعلقوا على انهم الناس يشريو عندنا كاملين، كيف جاتهم السلعه، واش داك الشيء اللي كيشوفوا هو هذاك، وهكذا ان شاء الله راه تقري التعليقات ديالكم نتوما على المباشر.
غيكون يعني مدام الله يهدي. دونك بالنسبه للهدف الثمن ديالو كيدير 4300 درهم اللي هي 86000 ريال. ياسين اونصون حجره خضراء ب 1300، ها هي هذيك صافي 4300 درهم اللي هي 86000 ريال. دونك بالنسبه للهدف هو في خاتم حلقات سلسله رقيقه بالنيلو البوندونتيف وبالغورميل، وإلا بغيتو كل حاجه بوحده فراه ما كاينش مشكل. بحال مثلا هاد السلسله بالبوندونتيف كدير 1200 درهم، هاد السلسله اللي بغات السلسله بالبوندونتيف كدير 1200 درهم. البوندونتيف ديالها كيكون واحد البوندونتيف اللي هو صغير، يعني ماشي شي حاجه اللي كبيره، هي شي حاجه اللي ديال الاستعمال اليومي. دونك هادو 4300 درهم، 4300 درهم، 430 يورو اللي هي 86000 ريال. هذا بالنسبه للانسومبل ديال الحجره خضراء، يعني لو فيغ الكتريك. انسومبلات اخرين ناقصين في الثمن، كاين عندنا هذا الموديل ديال لانفيني ولي فيه غورميت غليظه ديال شوبار. دونك بالنسبه للانسومبل هذا كيدير الثمن ديالو 5200 درهم اللي هي 104000 ريال، 5200 درهم 520 يورو تقريبا. فوالا بالنسبه لهذا فيه سلسله غليظه ديال شوبار، فيه غورميت غليظه، انسومبل ديال لانفيني كيجي رائع يا سلام. بالنسبه للغورميت ديالو كيف كتشوفوا كتجي غليظه. دونك الثمن ديال هذا 5200 درهم اللي هي 104000 ريال، 5200 درهم 520 يورو تقريبا، 520 يورو 5200 درهم. سلام خويا عندكم حليم السلطان وي اختي كاين موجود. دونك حاولوا ديروا لي سكو الا عجبكم ان شاء الله. اخر انصوم ان شاء الله نوريكم ديك الساعه اللي بغاصلي، نوريكم الكورميت ديال القشيوشات اللي فوالا كورميت ديال القشيوشات اللي طلبتني على الاخت وما دوزتهاش ليها، انا نوريها لها. فوالا دونك بالنسبه لهذا الانصوم هذا ديال بنانه اللي الثمن ديالو كيدير 4200 درهم اللي هي 84000 ريال. دونك هذا كيدير 4200 درهم. دونك فيه حلقات، فيه سلسله، خاتم غورميت ديال الحجر ديال البنانه، فالثمن ديالو كيدير 4200 درهم. دير لينا شي ميزات اللي يشجعوا البنات يشرو. اكيد اختي لينا ياسر فاثمنه اللي كندير الحمد لله كل اثمنه اللي هي في المتناول، يعني اثمنه اللي كتكون ديجا ناقص الحمد لله. في الاول وفي الاخر ديال اللايف بانه الطومبوله ديال هذا الشهر ان شاء الله هي عباره عن سفر سواء الديار المقدسه او تركيا ان شاء الله، حد سعيدكم جميع. دونك فوالا بالنسبه لهذا الانسومبل كيدير 4200 درهم اللي هي 84000 ريال. والا بغيتوا داك الشيء يعني كل حاجه بوحده راه ما كاينش مشكل، بحال بغيتوا الخاتم بوحده الحلقات بوحده راه كيتفرقوا ما كاينش مشكل، كلك غير هو الا خديتي مفرق كيتقام لك يعني غالي اكثر من انك تاخذي انسومبل دقه واحده. يعني الا خديتي الانسومبل المره الاولى يعني الانسومبل كامل كيتقام موان شير. هاد النقطة باش تكونوا عارفينها. بالنسبة للغورميت ديال القشيوشات الغليظة اللي عندها لي موتيف صحاح، كاين عندنا هاد الموديل هذا ولي الثمن ديالها كيدير 2600 درهم. هادي كدير 2600 درهم اللي هي 52000 ريال. دونك هادي هي غورميت ديال القشيوشات الغليظة ولي فيها لي بوندونتيف قاصحين وغلاط، كدير 2600 درهم 2600 درهم 260 يورو اللي هي 52000 ريال. هادي غورميت ديال القشيوشات اللي كتجي صحيحة وغليظة. فوالا فين كاينين نتوما اختي ريم؟ حنا في مدينه سطات في قيصريه الشوي في زنق الديبيه. اللهم بارك خويا يوسف بارك الله فيك يا خويا، بغيت نجي غير المغرب ونجي عندكم ساعه ربي باقي ما كتبش. بارك الله فيك اختي امنيه ان شاء الله الله يكتب لك مكاتب الخير، ومرحبا بك وقت ما جيتي ان شاء الله باذن الله. بقاو لي دابا اللي بغاصلي. بالنسبه اللي بغاصلي كاين عندي الوحدات اللي كيجيو بحال هذا الشكل هذا، هادو باسليت اللي كتلبسوا كل حاجه بوحدها. عندنا هذا الموديل الاول كيدير الثمن ديالو 3900 درهم، فهو موديل زوين وصحيح كيدير 3900 درهم 390 يورو 78000 ريال 3900 درهم. عندنا هذا البراسلي الاول 3900 درهم اللي هي 78000 ريال. فين وشحال باش كتوصلوا للمدن اللي بعاد؟ شي واحد الامل فين ما كنتي في المغرب من طنجه للكويره كنديروا لايف فريزون كتوصلك ما بين 24 حتى 72 ساعه، ولا لي فريزون سي غراتويت. غير هو كتخلصي هو الاول عاد كيعطيوك الامانه ديالك، ماشي كتقلبي الامانه عاد كتخلصي، كتخلصي هو الاول عاد كيعطيوك الامانه ديالك. دونك هذا 3900 درهم اللي هي 78000 ريال. عندنا الموديل الثاني ديال هذا البراسليت اللي هو هذا، ولي الثمن ديالو كيدير 3700 درهم 74000 ريال 3700 درهم 370 يورو. عندنا هذا الموديل الثالث اللي كيدير الثمن ديالو 4300 درهم اللي هي 86000 ريال. هذا بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو دي براسلي سامبل، تقدر تلبسوهم ميلونج، يعني تقدر تلبسو ثلاثه مع بعضهم بحال هكذا، تقدر تلبسو واحد للاستعمال اليومي. بالنسبه لهذا الثالث 4300 درهم اللي هي 86000 ريال 4300 درهم 430 يورو. وعندنا هذا البراسلي هذا اون نور بلون
الثمن ديالو 3700 درهم اللي هي 74000 ريال، 3700 درهم 370 درهم. صافي انا رايت دونك 74000 ريال 3700 درهم 370 اورو اللي هي 74000 ريال. سلام خويا، كتبت لكم في واتساب قالت لي هنا انا ضربات ماشي ستات، بغيت ندير ما كوموند وثقت فيكم نتوما صراحه. وهذه دابا ما فهمتش اختي خلود، وي راه كاين واحد الصفحه دارت نفس السميه ديالنا ما شاء الله. لا سجلي هذا الرقم ديال الواتساب اللي قدامك اللي هو 0674141116. راه وصلنا ديال ريكلاماسيون صراحه بعض الناس بانهم كيصيفطوا كيعيطوا تيقولوا باننا حنا هما مزورات ستاد. دونك نبغي نقول لكم في اتونسيون الله، ملي تكونوا ديو معنا حنا في الارقام ديال الهاتف ديالنا راه هي 0674141116 0629271634، وكذلك في الميسنجر عندنا اللي هي الصفحه ديالنا بيجو دخي اميره. هادو هما الارقام ديالنا، باقي الارقام غير هادو يقول لكم شي واحد راه حنا مو مجاوره اميره فعرفوا انهم كيتفلوا عليكم. دونك ارقام جوج ارقام اللي كاينين 0664641116، وكاين الرقم الثاني 0629271634. هذا هو الرقم ديال السيرفيس ديال الواتساب ديالنا، وهادو هما مجاورات مدينه ها 41، وكاينه 0641. فوالا النمره الثالثه تنديروا لايف خو ديك الساعه حيت ما حافظهاش. حافظه انت 0641 20 الرقم الثالث. المهم حنا مجاورات مدينه ديك الساعه كاين الاخوان في الواتساب، مرحبا بكم. 0641 26 96 75. هذا هو الرقم الثالث ديالنا، تبارك الله عليكم. الله يسمح لينا منك. الله يا ودي ما كاينش مشكل، الدنيا هانيه. لي زاليونس حتى هما موجين. اختي ستيفاني حيت دابا قربت نسالي اللايف دوزتهم في الاول ان شاء الله، غير نسالي هذا اللايف ان شاء الله وتفرجي ديك الساعه في الخويت مات اللي دوزت في الاول. نكمل معكم لي بغاصلي عندنا هذا الموديل. لا ما تكونش من كريم، ماشي من تيبي، غتكون من لاكارت. لا 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 ماشي من تيبي، من عندنا. داكور صافي سمح لي اختي. فوالا دونك بالنسبه لهذا الانسومبل هذا فالثمن ديالو هذا البراسلي كيدير 9500 درهم اللي هي 190000 ريال، 9500 درهم 950 اورو اللي هي 190000 ريال. حاولوا ان شاء الله اي حاجه كندوزو ديرو ليها السكرين. هذا براسلي اللي ما كيجيش مضوبل من الداخل، يعني كيجي بحال هكذا كيف كتشوفوا. فوالا هذا براسلي كيجي عريض. وبالنسبه للعرض ديالو داكشي دائما راه ملي كدوزو عندنا سي واتساب كنعطيكم العرض ديالو شحال فيه. دونك هذا 9500 درهم اللي هي 190000 ريال، 9500 درهم 950 اورو. عندنا الموديل الثاني ديال البراسلي اللي هو هذا، هذا هاد البالة اللي كتجي واعرة وزوينة. هادي كدير 6500 درهم 650 اورو اللي هي 130000 ريال. فوالا 6500 درهم 650 اورو 130000 ريال 6500 درهم. هذا من البالة اللي كتجي مضوبلة كلها من الداخل، يعني شي حاجة اللي كتجي صحيحة. فوالا حاولوا ان شاء الله ديروا ليها السكر اللي عجبتكم، كتجي كلها مشبكه ما فيها لا حجر لا والو. كنخلصوا في امانه قبل ما يوصل الكوموند ولا كيفاش اختي شعاع الامل؟ ان شاء الله بالنسبه للتفاصيل غير دوزي عندي السواتس باش نشرحوا لك اكثر. كيف قلت لك حنا كنصيفطوا لك المدينه ديالك ان شاء الله، ملي كتوصلك الامانه كتخلصي هو الاول، كتخلصي غير لارتيك اللي شريتي من عندنا. اما الامانه حتى كتخلصي عاد كيعطيوك الامانه ديالك، يعني ماشي كتقلبي الامانه وتشوف فيها عاد يمكن لك تخلصي، حيت السيرفيس ديال الميساج ديال لا بوست غير كيوصل لك الامانه صافي، يعني ما عندوش حق يحل الامانه. أو المسألة كتبقى مسألة ديال الثقة، كيف قلت لك إن شاء الله، دوزي عندنا سوغ واتساب ديك الساعة ونشرحوا لك أكثر، تبارك الله عليك. فوالا بالنسبة لهذا البراسلي كيدير 6500 درهم اللي هي 130000 ريال. وكاين البراسلي الثالث، النبالة الثالثة، فوالا، النبالة الثالثة اللي هي هذي، واللي الثمن ديالها كيدير 6500 درهم 130000 ريال 650 أورو اللي هي 130000 ريال، هذي 6500 درهم، النبالة كتجي باللوينات، كتجي رائعة وزوينة. دونك هادي 650 اورو 130000 ريال. حاولوا ان شاء الله ديروا لها السكرين، تبارك الله عليكم. بقى لي دابا نوريكم غير لي تخوا براسلي، لي تخوا براسلي ديال كارتي. عندي هاد الموديل كيدير 10000 درهم اللي حتى هو كيجي مضوبل كيف كتشوفوا، هادو كيديروا 10000 درهم 10000 درهم 1000 اورو تقريبا اللي هي 10000 درهم مليون. تخوا براسلي ديال كارتي كيجيو بهذا الشكل، كيجيو مضوبلين بحال هكذا من الداخل. ويلا بغيتو تاخدو كل واحد بوحدو راه ما كاينش مشكل، كيطلع شي 3400 درهم لواحد تقريبا، 3400 درهم كنظن لواحد. دونك هادو 10000 درهم. كاين ديال فانكليف، كاين ديال فانكليف اللي هي هادي، واللي الثمن ديالها كيدير 13500 درهم مليون و70000 ريال. هادو كيديروا 13500 درهم اللي هي مليون و70،
3 bracelets ديال 20 كليف 13500 درهم 1350 يورو تقريبا. فوالا كاين 3 براسلي ديال الورده اللي كيجيو بهذا الشكل، كيجيو شي حاجه اللي رائعه، كيجيو على شكل مرايه كيف كتشوفوا، هادو كيجيو على شكل مرايه فهما كيجيو رائعين وزوينين. هادو هما الثمن ديالهم كيدير 14000 درهم 1,080,000 ريال 14000 درهم 1400 اورو 1400 اورو هي 14000 درهم 1,080. واخر براسليات هما هادو ديال الاناناس اللي كيدير الثمن ديالهم 8500 درهم اللي هي 170000 ريال 850 اورو 8500 درهم. دونك فوالا هذه بالنسبه للحلقه ديال اليوم، وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديال اليوم. نعاود نجدد ان شاء الله بانه هاد الخميس ان شاء الله كاين عندنا جوج ديال القرعات، قرعه على شكل سفر عمره ان شاء الله للديار المقدسه اولا لتركيا. غادي يكون ان شاء الله السونداج اليوم مده 24 ساعه، نتوما اللي غادي تفوتيو وانتوما اللي تختاروا فين غنديروا لكم السفر، وغيكون خاص بالناس اللي كيتقداو عندنا باغ انترنيت اولا داخل المحل ديالنا. اي ارتيكل ابتداء من 300 درهم، وكل ما شريتو اكثر كل ما كتزيد الحظوظ اكثر. دونك حد سعيد لكم جميع. القرعه الثانيه ان شاء الله غادي تكون خاصه بالناس اللي كيبارطاجيو معنا لي لايف حتى هما ما نسيناهمش. درنا اليوم هاد لا مونتر كاس كوليكسيون اوريجينال اللي هي هادي، ولا غادي تكون ان شاء الله من نصيب وحده فيكم، وغيكون واحد لو لايف اللي غادي يكون هاد بالنسبه للبارطاج خاصكم تبارطاجيو لي لايف ديالنا كاملين طيله 3 شهور. واللايف اللي غتكون فيه اعلى نسبه ديال المشاهده هو اللي غنختاروا شكون فيكم اللي دارت يعني اكثر عدد ديال البارطاج. دونك حد سعيد لكم جميع. اي حاجه ان شاء الله بغيتوها دوزو عندنا سيغ واتساب سيغ ميسنجر في الانستغرام. مرحبا بكم الف مرحبا. تبارك الله عليكم، نتلاقاو ان شاء الله وراء الكواليس الناس اللي انتريس ان شاء الله. تبارك الله عليكم وفي الصحه والراحه مسبقا، اعانكم الله ان شاء الله الى يوم السبت باذن الله. تبارك الله عليكم.